بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بعتذر على التاخير، جاي من مطار على هنا، فحضراتكم وصلنا 7:15 المطار، يدوب الطريق يدوب الطريق، لو ما كانش الدائر واقف كنا زماننا وصلنا في ميعادنا، ولكن الحمد لله. هنبدا من احداث كثيره جدا. امبارح كنا في نابولي، هكلم على نابولي وكنا موجودين فيها امبارح، يعني في مؤتمر مهم موجود هنتكلم عنه بعد شويه. البلد من امبارح ناس حزينة، والناس حزينة عشان الأحداث اللي حصلت امبارح، وهي أحداث أيضا مسار الرأي العام. طالبة جامعة المنصورة اللي امبارح زميلها قتلها قدام الجامعة، وأيضا اللي رمى نفسه في من على برج الجزيرة، واللي كمان طالب تاني ولا شخص آخر شاب تاني في المنصورة ايضا. ثلاث حوادث امبارح علامات كثيره جدا من لابد ان نتوقف امامهم. واي حد النهارده ما يطلعش يقول لي البنت اصلها، البنت ربنا يرحمها واي حد ربنا يرحمه، ولكن الاقي بعض الناس يطلعوا يقول لك البنت لازم، وانت عايز البنت تلبس ايه؟ انت مالك بلبس البنت؟ ما تلبس اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه، ودي حرية البنت، هي حرية شخصية، وبعدين الموضوع ملوش علاقة انها كانت لابسة ايه وما لابساش ايه. محدش، النيابة العامة طلبت امبارح في بيان ليها، محدش يتكلم في تفاصيل لحد ما النيابة تقول لنا ايه الحكاية، لان كل واحد طلع يقول رأي، وكل واحد طلع يفتي، وكل واحد يقول حاجة، ولكن لابد ان نتوقف امام رجال الدين الدعاة اللي بيطلعوا يوعظوا للناس، وللأسف بيطلعوا يبرروا القتل. احنا في بلد ما ينفعش اسيب حد ايا كان من هو الحد يبرر قتل، جريمة قتل يا جماعة، اي حد فينا معرض ليها، بنتك ولا مراتك ولا اختك ولا بنت يعني، ولا حفيدك ولا حفيدتك، اي حد معرض لهذه الجريمة. فلاقي واحد يطلع يقول لك اصلها، اصلها اللي هو ايه حضرتك، بدل ما تقول ان القاتل ده يستحق الاعدام في هذا المكان، اعدام في ميدان عام، انه ارتكب هذه الجريمة او اي جريمة. مفيش حد يدافع عن قاتل الا لو كان زيه، او الا لو كان يساعد على القتل. فلاقي واحد طالع، مش هقول اسماء، ما بحبش اقول اسماء، ولكن ابدا عيب علينا، عيب على الناس اللي ياخدوا من بعض الاماكن، حتى لما اخد تواصل اجتماعي ما هي بتوصل للناس، ان اقول اصل البنت اصلها ولازم البنت. يا سيدي ما احنا عارفين الحجاب فرض، ومحدش يقدر يتكلم في هذا الموضوع، ومفيش مزايدة في هذا الموضوع، ولكن ايضا كل واحد حر يا سيدي، كل واحد حر، وربنا هو اللي بيحاسب، مش انتوا هتحاسبوا الناس في الارض، في المولى سبحانه وتعالى هيحاسب الجميع، وهيحاسب على من يحرض على القتل، ويحاسب على من يبرر القتل، هيحاسبوا ربنا حساب عظيم. ليه بنعمل كده في نفسنا؟ احنا في بلد، في بلد قانون، بلد عدالة، ولازم العدالة تتحرك والجميع يتحرك لمواجهة اللي بيحصل في المجتمع، لمواجهة. فين النهاردة؟ فين النهاردة اجد رجال الدين؟ ما الذي يجري؟ يطلعوا يتكلموا، ما ده جزء من دوركم الاساسي، دور حضرتك ودور حضراتكم توعوا الناس، بدل ما تطلع توعي الناس وتوعظ في الناس بكلام ربنا، وتقول لهم خلوا بالكم يا جماعة، خلوا بالكم يا جماعة، وندي الناس الدروس الحقيقية والتوعية الحقيقية، بدل ما أقول لهم توعية أقول أصل البنت عملت، والبنت راحت، والبنت بتلبس كذا، والبنت أنت مالك بالبنت، أنت مالك بتلبس وما بتلبس، هو أنت واصي عليها؟ في ربنا هيحاسبها مش أنت. ما تسيبوا الخلق للخالق يا رجال الدين، او بعض رجال الدين. اجد اتمنى الازهر ينتفض، هذا دور الازهر الشريف، هذا دور وزارة الاوقاف، هذا دور دار الافتاء، هذا دور رجال الدين. الحقوا يا جماعة، الحقوا البعض اللي موجود وسطينا اللي يبرر جريمة قتل، واحنا قاعدين نتفرج، واحنا نقول هو اللي بيحصل في المجتمع، بيحصل المجتمع عشان ما فيش رادع.
طول ما فيش رضا هيبقى عندنا قد ده مرة واتنين وتلاتة واربعة. قلنا من زمان وحذرنا ما حدث سنوات ماضية أدى إنه بعض الناس يقلدوا ويرتكب جريمة. هي الجريمة بتاعت امبارح ولا اللي قبلها ولا اللي ممكن تحصل تاني حد يبررها؟ قلوبنا كلنا من امبارح، كل الناس زعلانة من امبارح، كل الناس زعلانة جوه مصر وبره مصر. عيب، عيب على اللي بيطلع يقول لك مال. انت بتدي مبرر للقاتل، بتقول له اقتل، بتحرضوا على القتل بناتنا واولادنا واهالينا. امور في انفلات، والانفلات ده مشكله كبيره، وانا بقول مشكله لانه هذا الامر لابد من مواجهه، لانه ده مش راي. ما حدش بيقول راي يقول ايه هتعملوا كذا يا اما هتواجهوا كذا. اللي هو ازاي؟ اللي هو بقول روح اي حد ماشي ازاي يعني؟ اللي هو في أنهي مجتمع؟ ده في بلاد لا يمكن تسمح لحد الكلام اللي يتقال ده. ما بتشوفوا المجتمعات الحرية؟ ما بنتكلم على الحرية ايه؟ حرية الأشخاص، حرية كل واحد، واحد حر يا سيدي. انت هتحاسب بنت ولا ولد ولا أسرة؟ هي حرة، في ربنا يحاسب الكل. حتى اسمع كلام لا يليق والله، حتى لو كان على صفحة شخصية لكن اسمها أيضا متاحة للجميع، وإنه الكلام هذا الكلام كلام في منتهى الخطورة. إحنا بنهد في مجتمع، بنهد، وأنا بقول بنهد في مجتمع بمعنى الكلمة. لما نلاقي حد بيقول هذا الكلام الفارغ والكلام التافه ومساندة القتلة، مفيش أي مبرر لأي جريمة أيا كانت الجريمة، مفيش مبرر. محدش يطلع يقول الجريمة دي أصل كذا، لو كانت عمل أو كان عمل أو ما كانتش كذا، مفيش حاجة اسمها تبرير لجريمة، مفيش تبرير لأي جرائم. في مجتمع ينتفض المجتمع، في مسؤولين وفي دولة وفي قانون ينتفض هؤلاء جميعا. وأيضا العدالة الناجزة، جريمة امبارح بتاعت المنصورة، العدالة الناجزة، تحقيقات، إحالات، محاكمة ناجزة سريعة عاجلة. فاكرين قضية الإسماعيلية؟ يا دوب جلسة والتانية إحالة للمفتي. هي كده، هي قضايا كده. الردع يا جماعة، الردع. نخلي بالنا، الأمور بالشكل ده تعمل لنا مشكلة اجتماعية، وهذا يتطلب زي ما بقول كده كلنا التوعية. رجال الدين الأزهر الشريف لما يطلع النهاردة مسؤول ولا دكتور ولا طبيب ولا مهندس ولا واحد ملوش علاقة بأي شيء، يطلع يقول لك أصل الولد وأصل الولد مال واد قاتل. الولد مش اسمه ولد، اسمه مجرم وقاتل اللي ارتكب هذه الجريمة. لا قطع أختك ولا أخوك ولا أختك تعرضت لده، تعمل ايه؟ خارجه من جامعتها ولا رايحه جامعتها قدام باب جامعتها، واحد يقتلها في الشارع قدام الناس، والناس كانت فين؟ ومحدش بيتحرك ليه غير بعد الجريمه ما تحصل؟ ناس واقفه تتفرج، واحد بيقتل واحده، وانت واقف بتعمل ايه؟ انت واقف بتعمل ايه؟ فين يا جماعة الشجاعة بتاعتنا والنخوة بتاعتنا يا جماعة؟ فين احنا يا جماعة؟ ليه كده؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه يا جماعة؟ والله ظلم، بنتعرض، ناس بتتعرض لظلم اقسم بالله العظيم. بلاش، مش عايز انا فيديوهات لو سمحتوا، مش عايز الفيديو بعد اذنكم، معلش انا اسف، انا اسف، لازم نشيل الفيديو. فارجوكم، انت واقف بتعمل ايه حضرتك؟ المجرم بيقتل، مسك البنت، هو ايه؟ هو احنا فين؟ مسألة مش مستوعبها، اقسم بالله ما مستوعب اللي حصل ده. كان ممكن بنت دي تتلحق لو فيه ناس جدعة، ناس جدعة.
كانوا يلحقوها. اتفرج ليه؟ بتفرج على قاتل؟ بتفرج على بنت؟ يا اخي اعتبرها اختك ولا بنتك ولا بنت خالتك قريبتك ولا مش قريبتك يا اخي. مواطنة جنبك بتتقتل يا اخي. اجري يا اخي، روح يا اخي، اتحرك بدل ما انت واقف كده. قال لك مش عارف امن الجامعه ولا ايه، اتنين واقفين، وانت دورك ايه حضرتك؟ والبنت اللي قدامك دي بيضربها بالطعنات، وسبتوا البنت تموت وتضيع مننا؟ بنت شابه عندها مستقبل، واحد يقتلها قدامنا وقدام عينينا واحنا واقفين نصور، وواقف تتصور ما ترمي تجري تنقذها، وبعدين تعمل ايه؟ هو عندك التليفون اهم، التصوير اهم من انقاذ حياه بنت؟ ايه السلبية؟ ايه السلبية اللي احنا فيها ديت؟ ليه وصل بينا الحال كده؟ ليه وصل بعض الناس فيهم الحال كده؟ ليه؟ ليه بكتوا الناس والناس زعلت وحزن؟ كلها كأنهم كل أسرة امبارح بنتها، يا أخته يا بنته يا قريبته، كل بيت في مصر، مش بيت نيرة أبدا، بيوت مصر كلها امبارح زعلانة حزينة، مشهد صعب. ويجي حد يقول لك البنت تلبس، انت مالك تلبس ولا ما تلبس؟ انت مالك؟ انت مالك؟ هتحاسبوا الناس؟ ياكلوا ايه ويلبسوا ايه ويمشوا ازاي؟ انتوا مالكوا؟ مال المجتمع؟ بعض الناس بقى فيه عقولكوا راحت فين؟ ليه بتعملوا كده في بلدنا؟ ليه بتعملوا كده في أهلنا؟ ليه يا جماعة؟ أين أنتم؟ أين أنتم يا رجال الدين؟ ما طلعش حد يرد ليه على اللي طلع يتكلم؟ ليه؟ فين يا أزهر؟ دورك النهاردة فضيلة الإمام، اطلعوا ردوا على الراجل اللي اتكلم ده، الأستاذ اللي عندكم في جامعة الأزهر، تطلعوا تتكلموا وتردوا عليه. ازاي تتركوا ده يا جماعة؟ فضيلة الإمام الأزهر الشريف، نسمح بده ازاي؟ عارفين يعني ايه خطورة هذا الكلام ولا لا؟ الأوقاف، السيد وزير الأوقاف وعلمائنا والأئمة ودار، ليه يا جماعة نسمح بالكلام ده؟ يفضل لحد دلوقتي ما لقيش حد طلع يرد ويشرح الكلام اللي قاله. ثابتين ليه؟ ليه ثابتين على جريمة؟ جريمة نسكت على جريمة ازاي؟ حد بيحرض على قتل الناس ازاي نسكت على جريمة؟ لحد دلوقتي وانا جاي من ساعة قبل والله على مدار 5 6 ساعات اللي فاتوا مستني بيان في الطيارة، بص مفيش، نازل من الطيارة في العربية مفيش كلمتين، طيب كلمتين نحمي اهالينا واولادنا، قولوا لهم لا مفيش حد يجي يحرض ولا ايه؟ ارجو اسمع اراء ومواقف مؤسساتنا الدينيه، هما اللي يطلعوا يفندوا الكلام اللي اتقال. فارق كبير ما بين تكلمني عن حجاب فريضه مفيش كلام، لكن حضرتك مالكش علاقه باي حد، مالكش علاقه باي حد، مالكش علاقه بمين بيلبس ايه، مالكش علاقه مين بيعمل ايه، مش دورك والله. دورك تواعي، لا تبرروا القتل يا جماعة، اوعوا تقعوا في هذا المعذور، هيكون عندنا مشكلة إذا لم نتحرك، إذا لم نتحرك، إذا لم نواجه مؤسساتنا الدينية. عايز صوتها يطلع بأعلى الصوت، هذا أمر خطر جدا لو احنا سكتنا عليه. وأنا بقول على الهوى
الآن وقت الجميع. اللي حصل امبارح درس لينا للكل في كل مكان وكل مسؤول، درس يا جماعة. تشوف الأهل وتسمع الأسرة، أب وأم وعيلة وبنتهم في الجامعة ومستنيين ترجع، ترجع لهم جثة، يروحوا يستنوا عند المشرحة، ناس بتموت من امبارح، أو يطلع واحد ما عندوش أي شيء، ولا هي إيه الإنسانية يعني؟ هي إيه؟ كاتبة الصحفية الأستاذة سحر جعارة، أولا مساء الخير. أهلا، مساء النور، ازيك يا أستاذ أحمد؟ والله أنا متنرفز ومتضايق وحاجة. أنا سامعاك محتج جدا وعندك حق الحقيقة، كلنا عندنا حق، كلنا عندنا حق. يعني أنا مش بس زعلانة ولا حزينة على نيرة، أنا مستاءة جدا وغضبانة جدا من تداعيات الأمر، وأنا بخاطب الدولة، أنا بخاطب رأس الدولة، نصير المرأة، حامي الحرية، حامي المجتمع المصري، الحريص على السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما حدث من تداعيات لوفاة نيرة مهزلة بكل المقاييس. أنا ما أعرفش أنت معايا ولا لا على الخط. نعم. الذي سمعناه النهاردة، أنا معاك يا أستاذ أحمد. نعم. ألو. مع سيادتك، اتفضل. الذي سمعناه النهارده من تخريف وجهل وارهاب وتحريض على العنف ضد النساء من المدعو محمود مبروك يستحق ان تنتفض الدوله ذعرا. يستحق ان تقف الحكومه صفا واحدا، اما لحمايه نساء مصر اما لتقديم استقالتها. نعم. هو انا اسفه، انا اسفه جدا. اتفضلي. انا نصيره هذا النظام ومع نظام 30 يونيو. نعم. ومع كل من ينتمي الى هذا النظام في الحكومه وعلى الارض وفي الاعلام وفي كل القنوات. عار على مصر، عار على مصر ان تسمع هذا الكلام وتصمت. عار علينا جميعا ان يخرج هذا المدعو كالأرجوز. معلش، من غير ما نوجه، احنا خلينا، ما احنا يعني لنا موقف من غير ما اوجه اتهامات لحد، من غير ما اقول اتهامات. ايه يا فندم؟ مش هقول ارجو، يعني مش عايز اعمل التوصيف. أيوة ده. ايوه يا فندم، ده هو عمال يتريق علينا، امال احنا نلبس قصص؟ قولي راي احنا حضرتك. حضرتك يا فندم، قولي يا فندم. انا عايز اسمعك واسمع رايك جدا. استاذ احمد، من غير ما تجيبي، اتفضلي اتفضلي. من فضلك. اتفضلي. ما يتعمده من سخف وسخريه. أيوة. وتقليل من احترام المراه. نعم. وقدسيه المراه، من احترام الدوله والدستور والقانون. نعم. وهيبه الدوله. اه. اوكي، من استغلال لمنصبه الديني، من اساءه الى ما يحمله من علم، من اساءه الى مؤسسه الازهر بالكامل. نعم. التي خرجت لنا هذا. ايوه. اوكي. ما يقدمه من سخف وتهريج وتريقه تحت اسم السخريه هي الحقيقه ليست سخريه. بالمره، ده يا فندم اسمه تدني اخلاقي. لما حضرتك يطلع يكلم المرأة ويقول لها داري سوقاتك، حضرتك عارف لغويا سوقات المرأة ايه هي؟ شوفي، من غير من ما انا من غير الفاظ ولا حاجة، انا بس انا بحط خط تحت الكلمة. الناس عارفة يعني. احنا يا فندم، احنا يا فندم راسنا مش عورة، راسنا مش عورة. المؤسسة الرسمية قالت ان الحجاب من تركته عاصية، مش خارجة من الملة. يعني الحجاب ليس الركن السادس في الإسلام، الحجاب ليس كشهادة لا إله إلا الله. فهو ده طلع كفرنا وأرهبنا وحرض على أعراضنا وانتهك حرمة نساء مصر وقدسية نساء مصر وأعراض نساء مصر باللفظ يا فندم. في حاجة اسمها في القانون تحرش لفظي، هو تحرش بكل بنات مصر ونساء مصر. لا، ده مش ده بس، ده في تحريض، تحريض على التحرش وتحريض على الاغتصاب، وكل كلامه اللي قاله ارهابي، ده على القتل، مش مفيش على القتل. ايوه يا فندم، مفيش اي وصف تاني ينطبق على المدعو محمود مبروك الا الارهاب قولا واحدا. كلامه في يعني ما قالهوش اشد عتات التكفيريين في حق نساء مصر. يعني ايه يا فندم تخرج زي القفه؟
قفه ايه؟ احنا قفص؟ احنا قفص؟ يعني هو سبق وسخر من كل الاسره المصريه واساء لكل الاسره المصريه. طبعا يا استاذ سحر، وانا طبعا مع حضرتك، لكن لست مع بعض الحاجات كوصف بالارهابي والاراجوز وكل هذه الامور. انا لا اتحفظ عليها، انا لابد ان اتحفظ عليها عشان برنامجك. اوكي بس خلينا نقول نعم. حاجه فضلي. هذه التهم لها اوصاف محدده في القانون. نعم. يعني لما اقول ده تحريض على العنف ضد المراه ده له توصيف في القانون. نعم. لما اقول ده تحريض على انتهاك حرمه النساء ده له توصيف في القانون. نعم. لما اقول عليه ارهاب لفظي وارهاب معنوي وتحريض على الارهاب ده له تعريف في القانون. نعم. كراهيه النساء وتحقير النساء وازدراء النساء لها تعريف في القانون. نعم. كل ما ذكرته من الفاظ نعم. يعاقب عليها القانون المصري والدستور المصري موجوده في ال 14 دقيقة ونص اللي قالهم. أنا محتاج يا أستاذة سحر كل مؤسسات الدولة أمام هذا الحدث الجلل تنتفض بمعنى كلمة الانتفاض. احنا لو تركنا النهاردة أمر زي كده بدون محاسبة على الأقل نعرف، يعني على الأقل يتقال والله الراجل ده اللي قاله كلام صح ولا كلام غلط، اللي قاله ده جريمة ولا حرية رأي، اللي قاله ده لازم نعرف ولازم نقول للرأي العام إيه الحكاية، عشان الناس كمان الناس عندها صدمة، صدمة امبارح وصدمة أكبر النهاردة، هي دي المشكلة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، إحنا عارفين يا أستاذ أحمد، إحنا عارفين وصمتنا أغرى هذا الرجل بالتمادي. دي مش أول مرة ولا أول مرة أنا أكتب عنه ولا أول مرة أتصدى لهجومه على المرأة. أنا متابعة كويس قوي وعارفة كويس قوي هو بيعمل إيه، فكنا نعرف. لا يا فندم إحنا عارفين، أنا لما أرفع هذا الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية أنا عارفة كويس قوي أنا بقول إيه، وعارفة كويس قوي إن أنا ممكن أقعد في بيتنا بكرة لو كنت غلطانة. أنا مش بهزر، أنا بتكلم بمنتهى الجدية وبمنتهى الأسى. أنا من حقي كمرأة مصرية أن أستنجد بالسيد النائب العام الآن وأقول له من فضلك هذا الرجل حرض على التحرش بي واغتصابي وحرض على قتلي. شكرا جزيلا أستاذ سحر جعارة، ولكن أنا هنا بأناشد معالي النائب العام الشرح مدى الصاوي، فحص فيديوهات من نتحدث عنه، وأنا قلت مش عايز أقول أسماء، حتى سبت الأستاذ سحر بتقول اسم غلط وما حبيتش أصححه. تاني بقول الأمر الآخر، فحص الفيديوهات عشان نعرف يا جماعة هل في تحريض ضد المرأة المصرية ولا لا؟ هل في تحريض على القتل ضد المرأة والبنت المصرية ولا لا؟ في تحريض ناخد إجراءات، مفيش تحريض خلاص. لازم ناخد نواجه هذا الأمر. الأمر ده مش محتاج بالمناسبة إن احنا سكوت. نيرة وأهلها وإحنا كلنا بقول لحضراتكم مصر امبارح نايمة غضبانة، ناس زعلانة، ناس النهاردة أكتر وأكتر كمان، بقول لحضراتكم صدمة امبارح، ثلاث صدمات والأكتر النهاردة صدمة النهاردة إنه يجدوا واحد ليه ناس بتشوفه وناس بتتابعه وناس 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 يقول هذا الكلام. إيه ده؟ احنا في بلد بتدي حقوق الكاملة للمرأة والبنت المصرية، فاجي النهاردة يبقى عند حد تاني ينتهك هذه الحقوق ويحرض على البنت المصرية وعلى المرأة المصرية، واحدة قاعدين نتفرج قاعدين ساكتين. أستاذ محمد غريب عم الراحلة نيرة، أولا بقاء لله. الله يبقى حياة حضرتك يا فندم. كلنا مظلومين من امبارح، الشعب المصري كله مظلوم من امبارح. انا بشكر الشعب المصري كله والوطن العربي كله باهتمامه بالموضوع واخذ حق بنتي في القريب العاجل. ما نستحملش اكتر من كده يا فندم. نعم. مش قادرين نستحمل اكتر من كده ان ما يجيش حكم، مش قادرين ناخد عزا البنت. نفسنا ان ياخد الحكم عشان خاطر ناخد عزا بنتنا اللي مش قادرين ناخده. العداله الناجزه. العداله الناجزه. أيوة. ان شاء الله. الله يخليك يا فندم. احنا بنشكر الوطن العربي يعني وبنشكر رئيسنا وبنشكر ممكن كل من هو واقف معانا.
الناس كلها واقفه معاكم، الناس كلها. نيره دي بنت كل الناس، نيره كل اسره مصريه. امبارح وانتم متاكدين، امبارح والنهارده كل بيت فيه والله العظيم ما في حد بيتكلم عليها اكنها بنته او اخته. اكيد يا فندم، لان انا برضو بتكلم عشان خاطر مش حق بنتي بس، حق بنات الكليه كلهم. مش كل ذئب بشري يسول له نفسه ان البنت لو رفضته او مش عايزاه يقتلها. في شرع مين يذبح؟ لا ديننا ولا اسلامنا ولا التوراه ولا الانجيل حكموا بكده ولا قالوا كده يا فندم. نعم. والرسول قال العين بالعين والسن بالسن والبادي اصبر. هل 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 الواد القاتل ده يعني جالكوا البيت اتقدم لها اتكلم مع الاسره؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ يا فندم الولد دوت من سنتين بالظبط كان في كورونا، وكان هو بيعمل لها المذكرات بتاعها عشان خاطر ايه الامتحانات والكلام ده. مشكور. احنا طبعا عارفين ان بنتنا في كليه مع اخواتها الشرقيين اللي يخافوا على لحمهم اللي في الكليه من اي ذئب بشري من بره. نعم. فاحنا لما نوصل بينا لحد ان اخوها في الاسلام واخوها في الدين واخوها في المصريه هو اللي يغدر بيها ويبقى هو الذئب البشري، هل ده يرضي ربنا؟ هل جالها تهديدات منه؟ عمل تهديدات وعمل حاجات كتير، ورحنا وكلمنا خاله وخاله قال مش قادر عليه، وعملنا محضر والمحاضر مرفوعه كلها مع النيابه. نعم نعم. الله. هل الولد ده كان يعني تعرفوا عنه سلوكه كان ايه؟ يعني ايه هو رفضته ليه؟ ايه الاسباب؟ يا فندم اخواتها الاثنين البنات واحده في كليه ألسن ومتجوزه، واحد قاعد في السعوديه شغال في السعوديه مدير، واختها الثانيه في اداب واتجوزت واحد شغال في بنك قاعد في القاهره. وده مش من نفس المستوى. احنا بنرفع بمستوانا ومستوى عيالنا. ما تعبش اخويا وشقى وقطع من قوته ومن اكله هو عشان يربي عياله، عشان يوصل به الحال ان بنته تجيله جثه. كان بيعلمها عشان يوصلها لاحلى مرحله. ويفتخر بيها، يفتخر بيها ان هي ظاهره من ظهر شباب البنات كلها. نعم. فانت حضرتك لما توصلك البنت بدمها المرمي على الارض اللي بيترمى عليه تراب، والجثمان اللي اتحط في التراب اللي تتزف على عريس يستاهلها من مستواها ومن مجتمعها، ما كانش من نفس المستوى. رفضوا ورفضناه وقلنا له يا ابني انت من سكه واحنا من سكه، ورحنا وكلمنا خلانه وخلانه ما قدروش عليه. نعم. نعمل ايه اكتر من كده سيادتك؟ الكلام ده كان امتى اخر مره قلت له لقرايبه او خلانه؟ آخر مرة كان من أربع شهور. أربع شهور. هل في الوقت ده من أربع حصل احتكاك؟ ومنع منع أخويا منع بنته تروح الكلية. عشان منع للاحتكاك خالص. خايف منه. مش خايفين منه. أو خايف على بنته. خايف عليه. بنقتصر الشر، بنقتصر الشر. الشر. بنحافظ على بنتنا. الشر جاي لنا بس بنقتصر الشر. نعم. بنقتصر الشر. عشان خاطر بنتنا. لحمنا. حتى من دمنا. ربنا يرحمها ويصبركم يا رب. اللهم امين. اللهم ان شاء الله القصاص وباذن الله زي ما بنقول كده العداله الناجزه هي يعني تجيب حق نيره ليكوا ولكل الناس اللي زعلانه عليها. طبعا يا فندم ده دم مصري، دم مصري اتشال على الارض امبارح والنهارده رموا عليه تراب، وجثمان اتحط في التراب. بنتنا واحنا بلعنا اللي حصل لنا، وربنا قوينا على اللي جرالنا، وانا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله، البقاء لله والدوام لله. اتفضل. محدش يجي له حاجه زي كده تاني. يا احنا بنخاف على اهالينا. نعم. احنا واكلين في كل بيت. نعم. عندنا عشره لكل الناس. نعم. عندنا عيش وملح. نعم. بنخاف نغدر نكلم في بعض كلمه وسخه عشان العيش والملح. نعم. اللي ما بيننا. احنا اهالي مصريه مسيحيين ومسلمين. نعم. بنحب بعض. نعم. وبنتعامل مع بعض باخلاص. نعم. وبدين وبرحمه. ديننا دين الرحمه، اسلامنا اسلام العقيده والرحمه. رسولنا عودنا على كده، حجينا بيت الله وعملنا اربع عبرات عشان خاطر نبقى كويسين في وسط مجتمعنا، المجتمع المصري الجميل وبلدنا القويه برجال شرطتها بجيشها بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله كل خير.
هو اللي حمينا، حمينا من عدو خارجي مش هيقدر يحمينا من عدو داخلي، من ذئب بشري هيقدر؟ وهيمنع كل ده، هيمنع كل الذئاب البشرية تعمل في بنات الناس كده؟ النهاردة أنا راجل غلبان وعلى قد حالي وبنتي حصل لها كده، طب لو راجل من رجال المالية ولا لا لا، احنا مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها روح وفي حاجة اسمها بنت مصرية واسر مصرية وناس مصريين، بغض النظر عن احنا كلنا حاجة واحدة، احنا كلنا اهل البعض واحد يا فندم، كلنا واحد. اهل البعض كلنا واحد. بتطالب باعدام القاتل، بذبحه يا فندم بعد اذن سيادتك، زي ما ذبح بنتي ودمها سال على الارض، دمه يسيل على الارض بكرتون من الجيش والشرطه، ويندس على دمه بجزم المصريين والشرطه والجيش. بشكرك يا اولا بقاء لله، وخالص العزاء ليك وخالص العزاء للاسره الكريمه، وزي ما بيقولوا كده لدينا قضاء عادل، القصاص القضاء. دايما بنتكلم في هذه الامور، عندنا مؤسسات قضائيه، عندنا رجال قضاء، عندنا قضاء، عندنا نيابه عامه، عندنا تحقيقات تتم، عندنا محاكم بعد ذلك، وزي ما بيقول كده القصاص من خلال القضاء المصري العادل. دم نيرة مش هيضيع أبدا، ويكون عندكم ثقة في قضاء مصر العادل إن شاء الله والعدالة الناجزة. دكتور خالد منتصر، أولا مساء الخير. صدمات امبارح والنهاردة كمان، كمل على الصدمات اللي خرجت من أحد الأساتذة بجامعة الأزهر من غير ما أقول أسماء. تفضل. مساء النور يا أستاذ أحمد. فضل. الحقيقة زي ما سمعت حضرتك، الثقة في القضاء، الثقة في القانون، لكن للأسف أنا ما عادش عندي ثقة في المزاج المصري الذي يغذى بمثل هذه الفتاوي ومثل هذه الكلمات من رجال الدين. ده اللي ما عادش عندي ثقة فيه، وده هو الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي مش لازم بنت تتقتل، لكن السؤال، هل الشارع المصري أصبح آمنا للبنت المصرية؟ لازم. نعم، آمنا للبنت المصرية، نعم. لأنه مهما معلش لازم، حضرتك بتسأل السؤال لازم أرد، ما أقدرش أقول إنه ده على عموم الشعب المصري. هناك جريمة، هناك حالة حزن، لا، هناك مجرم قاتل. وتاني اللي حضرتك بتتكلم عليه، اتفضل. بقول يا استاذ احمد مش لازم دم ومش لازم نزيف، لكن هناك تحرش بيحدث، وتحرش لفظي وتحرش باللمس وتحرش بكل شيء، نتيجة ثقافة اعتبر البنت مجرم حتى تثبت العكس. البنت غواية شيطان، هي دي الثقافة اللي بتغذى في المجتمع. نعم، ثقافة التحريض. التحريض يا دكتور، التحريض. دكتور خالد أنا عايز حاجة، بتتحرك في حتة، تليفون مش واضح قوي. هل سمعني كده؟ كده أيوة. ألو ألو كده كده كويس، تفضل. التحريض. أنا بتكلم عن تحريض حتى غير مباشر. أنا لما كل يوم أطلع في التلفزيون أقول البنت ملعونة إذا نمصت حواجبها، البنت زانية إذا طرت، البنت شيطان إذا أقبلت أو أدبرت، البنت البنت البنت، اللي هو في خطاب يعني يحرض ويعرض البنات، مش محرض بس يا استاذ احمد، محقر. يحس كل بنت في مصر بتحس من خلال هذا الكلام بدونية. ما هو العمل؟ العمل هو ان البنت المصرية لا تمييز ضدها، يعتبر اي كلام من الكلام دوت كلام تمييز عنصري ضد البنت. وبالنسبة لهذا الأستاذ أو غيره، هل سيتحرك المجلس القومي للمرأة ضد هذا الداعية؟ غير كده الكلام يبقى كلام عبث. هل الإذاعي أو الإعلامي
الذي يتعامل بشكل أسبوعي وأنا أحترمه جدا، ولكن هل يرضى أن السي في بتاعه أو التاريخ بتاعه يتكتب فيه أنه بيستضيف كل أسبوع محرض على أن البنت اللي ماشية شعرها مكشوف ولا كده مستباحة؟ لا، العمل أنا منتظر هل سيفعل قانون ولا هنسيب الأمر إن خلاص راجل وغلط، لا ده راجل كبير يا ريت نتسامح معاه، أو يطلع يبرر في برنامج تاني ويقول أصلا ما كانش قصدي والكلام ده. الكلام ده ما عادش ينفع. المرأة المصرية يا أستاذ أحمد 30% من اللي بيصرفوا اللي بيعولوا البيوت ستات. هذا الرقم بقوله تاني، 30% أو أكتر. طيب هنسيب دول مستباحين يا دكتور خالد؟ هي مواطنة لها كل الحقوق يا فندم، علينا طبعاً نحافظ عليها وهي ماشية في الشارع وهي في الشغل وهي في أي مكان، المعاملة بالرفق يا فندم. صح. يعني زي هو كده هو ده هو ده هي دي اللي مش مين فينا مع الأم والأخت والزوج؟ يعني مين يا فندم؟ لا مين مين ولا هي مفعول به ولا هي درجة تانية، هي مواطن زيها زي بالضبط. ده اللي احنا عايزين نفهمه يا جماعة. انا مش عارف الستات عاملين ايه لهؤلاء الدعاة في دماغهم، بعض الدعاة عاملين ايه بعض يعني. نعم. يعني المؤثرين للأسف مؤثرين يا أستاذ أحمد، مش عايزين نضحك على نفسنا. نعم. مع الناس مؤثرة جدا. نعم. يعني مش عايزين نهون من المسألة. لا مفيش تهوين أبدا، هو ده. آه. وأنا شاكر ليك جدا أن أنت تصديت وعرضت هذه المسألة، لكن إحنا في انتظار المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا مرسي، ماذا ستفعلين في هذه الحادثة حتى لا تتكرر؟ بشكرك. ده السؤال. فضل. ده السؤال. شكرا. إيه تاني؟ لا تاني دكتورة مايا مرسي. تاني ان احنا حكاية الاصرار على ان يبقى في كتالوج. نعم. في باترون الست لازم تمشي عليه على مزاجنا. لا. يعني ما تبقاش السعودية لا تلزم تغطية شعر المرأة و و وفي خطوات اتعملت كتير جدا جدا بالنسبة للمرأة، واحنا دعاة بيطلعوا على تلفزيوناتهم على فكرة، مش على تلفزيوناتنا. نعم. كمان ويقولوا نفس الكلام دوت، يعني يقولوا قصدي ضد هذا الكلام. لا دكتور خالد، هو في أي مكان في خطورة اللي اتقال ده في خطورة شديدة جدا علينا كمجتمع. إذا استمر مثل هذا الكلام وهذه النوعية من الكلام اللي هي جرائم، وزي ما بقول من شوية إنه فحص هذه الفيديوهات عشان نعرف بس هل ارتكب جريمة تحريض ولا ما ارتكبش جريمة تحريض. شوف بس شوف نعرف الحكاية. إحنا أهم كمان من التفاصيل القانونية التي في يد النائب العام. نعم. الذي له كل الاحترام. نعم. وكل الاحترام للنيابة. نعم. الأهم هي الثقافة التي تدفع بهؤلاء الشباب إلى التعامل مع البنت المصرية على أنها فريسة. ما أنا لما أقوله أن المرأة إذا رفضت الفراش ستكون ملعونة حتى الصباح من الملائكة، إذن هذه الثقافة التي تضخ في شرايين مخ هؤلاء الشباب أنه من الممكن أن يغتصب زوجته رغما عنها إنقاذا لها من لعنة الملائكة، هذه الثقافة التي تبث يوميا في برامج دينية بناء على ما يذكره البعض. حاجة بتقول بناء البعض. على البعض بيذكر ده، وبقول تاني البعض المؤثر يا أستاذ أحمد. أنا وإنت في نفس المركب. نعم. أنا وإنت في نفس مركب الدفاع عن مدنية الدولة. أيوة. أنا. نعم. وإنت في نفس المركب. نعم. والناس اللي بتسمعنا لازم تبقى كلها مدافعة عن مدنية الدولة. نعم. مفيش دولة دينية في الدنيا قامت على رجلين ونهضت. الدولة المدنية ما عادش في كيمياء، ما عادش في معادلات كيميائية، لأن الدولة تنهض إزاي؟ الدولة تنهض بالمواطنة
والمواطنة رجل وامرأة طبعا. الدولة المدنية تنهض بالقانون وتفعيل القانون، الدولة المدنية تنهض بالمساواة، وإن الكفاءة هي اللي تنجح. ما ينفعش أشطب على واحدة بتتعين عشان هي ست. في حاجات كتير قوي الست بتضطهد فيها، لابد ان احنا يا دكتور الرئيس خالد بدأ. الرئيس بدأ. الرئيس عمل ايه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا انا بقول عمل ايه؟ القضيات تعيين أيوة. القضيات بالظبط كده ده خدت حقوق لم مهمة. تحصل عليها في اي زمن. اتمنى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية البنت المصرية الحفاظ عليها مكانتها طبعا. تقديرها فين بقت النهاردة قضية في كل مكان في القضاء المصري. ودائما الكلام عن المرأة ومكانة المرأة وتوضع في الصفوف الأولى في كل لقاءات نعم. الرئيس نعم. لكن أنا مهمة عندي كمان ثقافة الشعب. هو ممكن الدولة تعمل والمزاج الشعب يعمل عكس. هو ده الخطر. ده الخطر اللي أنا بحذر منه. الخطر اللي أنا بحذر منه أن هناك ثقافة متجذرة في الريف المصري الآن وفي الأحياء الشعبية. يا أستاذ أحمد أنا قريت وأنا ببكي تعليقات الناس وهي بتنهش في بعض الناس بين. أنا قريت زي ما حضرتك قريت كده أمر يعني في منتهى الخطورة. يعني إيه ده؟ منتهى الخطورة. إيه ده يا أستاذ أحمد اللي بيحصل ده؟ إيه ده؟ يعني الحقيقة أنا بكلمك فعلا وأنا آسف على 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 رنة الغضب. هو احنا بنتكلم على حضرتك وكلنا والناس كلها والمجتمع العدالة القصاص وانه حق نيرة لن يضيع بإذن الله تعالى عندنا بإذن الله. بإذن الله. بشكرك دكتور خالد منتظر. بشكرك شكرا جزيلا. زي ما نقول كده المسألة طبعا جريمة مدانة اللي ارتكبها واللي بيدافع عنه واللي ممكن ابدا يسكت. ولكن زي ما بقول كده بلد لا مفيش حاجة دي ليست ظاهرة في مصر مش ظاهرة لكن جريمة. حتى لو حادثة واحدة او جريمة واحدة حصلت بهذه الطريقة حتى لو حادثتين مش ظاهرة. احنا في الاخر مجتمع كبير ولكن ايا كان بنفقد اي روح بنزعل عليها ولا نسمح بهذا الامر على الاطلاق. عشان كده الناس من امبارح زعلانه ليه؟ انه اي حد يتوقع ان ده ممكن يحصل كان هو في هذا الموقف. ولكن زي ما نقول الردع قبض على المتهم نيابة العامة تحقق معاه اجراءات رادعه امن بلد امن واقدر اقول كده باعلى صوتي امن وامان. نعم امبارح اسمعوا واحنا في نابولي والناس بتتكلم على مصر والوضع والامن الامن في مصر مش مصريين. بعد شويه لما تسمعوا هتعرفوا بلدكم الناس بتتكلم عليها ازاي وبلد الناس بتتكلم عليها ازاي. والناس تتمنى لنا دايما الخير وشايفين قوه هذا الوطن وتبقى سعيد وانت بتسمع هذا الكلام وهذه الكلمات كمان من اجانب عن بلدنا بيشايفين كل حاجه بتحصل عندنا. ولكن بيبقى في بعض الاحداث والجرائم بتغير مزاج الناس بتضايق الناس. فزي ما بقول كده الردع 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 ولا نترك ابدا من يحرض اي تحريض ايا كان هذا التحريض لان هي دي لابد ان تكون رساله مؤسستنا الدينيه. اتمنى بيان شديد اللهجه من الازهر الشريف وانا بقول شديد اللهجه بمعنى الكلمه التحرك القوي جدا من الازهر الشريف لادانه الفعل والجرم والدفاع عن بناتنا والدفاع عن المرأة المصرية والدفاع عن أهالينا وزوجاتنا وبناتنا وإخواتنا. بيان شديد اللهجة من الأزهر منتظر هذا البيان. بيان إدانة لما ذكره هذا الرجل. بيان إدانة لهذه الجرائم. لا نترك هذه الأمور هكذا. تحرك مؤسسات البلد بالكامل لمواجهة هذه الأمور ولا نتركها أبداً إلا بتحركات واضحة وعلنية حتى لا يتكرر أو نسمح
بمثل هذه الدعايات السوداء والتحريض الأسود. هو ده اللي احنا منتظرينه، مش منتظرين حاجة تانية. والنيابة العامة حبست القاتل المتهم، حبسته 4 أيام. ننتظر قريبا إحالته إن شاء الله للمحكمة، ننتظر قريبا تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته، ثم دائرة تفصل سريعا في هذه القضية. ده بيان النيابة العامة. أمر السيد مشار النائب العام بحبس المتهم محمد عادل 4 أيام احتياطين على زمن التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدا، عمدا مع سبق الإصرار. هنا التهمة دي الإعدام، عمدا مع سبق الإصرار، خلاص هنا حبل المشنقة. ينتظر هذا القاتل محمد عادل النيابة هنا التهمة الكلمتين دول، عمدا مع سبق الإصرار. ده العمد اللي هي جريمة اللي هو تصل بالإعدام أمام جامعة المنصورة بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية. يعني النيابة عمل خدت المتهم للمسرح الجريمة وشرح مثل أمام النيابة العامة كيف ارتكب هذه الجريمة، جريمة قتل نيرة. والحاقا ببياننا السابق عن الواقعة استمعت النيابة العامة منذ توليها تحقيقات فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدا، منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا، وأحد الطلاب بالجامعة تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على 2 شهر لأخذ تعهده بعدم التعرض لها. كما أكد 13 شاهدا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات. إذن النيابة العامة خدت قرارات، وزي ما بقول لحضراتكم قضية مهمة وتحقيقات سريعة، واستجابت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وبين في تفصيلات إقراره كيفية في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها، وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة. يبقى هنا اعترافات كاملة، واضح صوت وصورة مثل هذا هذه الجريمة كيف ارتكب هذه الجريمة، وبالتالي النيابة وجهت له تهمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وبالتالي هي جريمة تقود هذا المتهم إلى الإعدام، وزي ما بقول كده جريمة يعني الشعب كله زعلان على هذا الجرم الذي ارتكبه المتهم، وأيضا باقي القضايا والأحداث. أيضا النهاردة زيارة بدأت امبارح الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وصل مساء أمس، كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرت الزيارة حتى عصر هذا اليوم. غادر بعد ذلك الأمير محمد سلمان مصر إلى المملكة الأردنية الهاشمية في إطار جولة في زار فيها مصر أولا ثم الأردن، وبعد ذلك يتوجه إلى تركيا. وطبعا السفير بسام راضي متحدث باسم الرئاسة، سيد الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، قيمت مراسم الاستقبال الرسمية، عزف السلمين الوطنيين لمصر والمملكة العربية السعودية. و السفير بسام راضي تحدث عن أو ذكر سيد الرئيس رحب بسمو الأمير محمد بن سلمان ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية. أكد السيد الرئيس أيضا الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه جلالة الملك وسمو ولي العهد تجاه مختلف القضايا في إطار محل اهتمام المشترك وموضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية. صدر بيان ختامي أيضا النهاردة، وهو بيان في غاية الأهمية بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقا البيان المشترك انطلاقا طبعا دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد سامح شكري، السيد عباس كامل رئيس المخابرات، دكتور محمد شاكر وزير طارق الملا،
دكتورة هلا السعيد، سيد محمود توفيق، دكتور أشرف صبحي طبعا، وسفير بسام راضي في أيضا، والوفد المرافق لي ولي العهد الأمير محمد سلمان، سيد الرئيس يصافح وفد أشقائنا من المملكة العربية السعودية الذين يرافقوا الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى مصر. انطلاقا من العلاقات التاريخية، هو بيان مهم وبيان مطول وبيان كاشف للعلاقات المصرية السعودية، زي ما بقول لحضراتكم بيان مهم ومطول وكاشف للعلاقات والتحديات والتنسيق بين البلدين، واللي بيتم في كل القضايا. هقرأ البيان لأنه بيان مهم جدا، بنتكلم على كل القضايا السياسية والاقتصادية، قضايا المنطقة، العلاقات بين البلدين، حجم التجارة بين البلدين، الاستثمار بين البلدين. تم النهاردة توقيع 14 اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية بقيمة 7,700,000,000 دولار في الهيئة العامة للاستثمار، والاتفاقيات نقلة في العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ومنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية. الذهبية دي هتبقى في خلال 20 يوم عمل زي ما قال دولة رئيس الوزراء. أيضا البيان المشترك اتكلم على الوضع في اليمن، اتكلم على الوضع في السودان، الوضع في لبنان، الوضع في سوريا، وأيضا التوافق في أيضا البرنامج النووي الإيراني، أزمة السد الإثيوبي والموقف السعودي منه، التبادل المعلومات والعلاقات المصرية السعودية على في الشق الأمني، وهو شق تعاون مهم جدا، تعاون مهم جدا بين أجهزة الأمن المصرية والسعودية في مجال الاستخبارات، تبادل المعلومات والتنسيق، وأيضا المعلومات الأمنية بين وزارتي الداخلية في السعودية ومصر، والتعاون ما بين رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والمملكة العربية السعودية، تعاون كبير جدا، مستوى كبير جدا من التعاون بين البلدين، كل الحاجة، ولكن كمان التعاون الأمني والعسكري، التعاون الأمني والعسكري كمان يعني على أعلى مستوى. البيان الختامي المشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما حفظهما الله وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، قام صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية امبارح والنهاردة طبعا، وكان على رأس مستقبليه في مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد اصطحب سمو الأمير إلى قصر الاتحادية حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية، وفي جو سادته روح المودة والأخاء بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، ورحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الأمير محمد بن سلمان، وعبر عن سعادته بزيارته إلى القاهرة وفي إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات. في الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان المصري والسعودي على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. أكد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري
والزراعة. رحب الجانبان بما أعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في مصر والسعودية بلغت 8 مليار دولار وتساوي نحو 30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان. كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجههما. أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكوا باور. وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين والذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، واتفق على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة في مجال المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين. وأشادت المملكة العربية السعودية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين. أكد الجانبان عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن في مجال البيئة والتغير المناخي، وانطلاقا من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي كوب 27. اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ. في الجانبين الصحي والتعليم أبدت مصر والمملكة تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكد حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، ورحب برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. ودعت مصر والمملكة إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في الشأن السياحي والثقافي أكدت مصر والمملكة أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين واستكشاف ما يزخر به كل من مصر والمملكة من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والمشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي. في الشأن السياسي أكدت مصر والمملكة العربية السعودية عزمهم على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ البلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة. واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددت مصر والمملكة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن اليمني جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية
الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن استنادا إلى المبادرات الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن. أكدت مصر والمملكة دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. أكدت مصر والمملكة دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحب بالإعلان عن تمديده. وثمن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعما لتلك الهدنة وتخفيفا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي أوجدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. وشدد على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. بلحقوا بيان مهم جدا بين مصر والمملكة بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. في الشأن العراقي أعرب عن تطلعهما لتوصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية. في الشأن السوداني أكد استمرار دعمهم لإنجاح المرحلة الانتقالية كما أكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات السياسية والاقتصادية. في الشأن اللبناني أكد أيضا إرساهم على الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية للحفاظ على عروبة لبنان وأمن واستقراره ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته ولا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة ولا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات. في الشأن السوري أكد أيضا مصر والمملكة على أهمية الوصول لحل السياسي للأزمة السورية بمحقق طلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد على مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي. سعادة السفير أسامة نقلي، سعادة السفير أسامة نقلي، أولا مساء الخير. وهي زيارة مهمة جدا، واضح البيان المصري السعودي المشترك يؤكد أهمية هذه الزيارة أيضا التوافق بين البلدين في كافة القضايا. العناوين أيضا من خلال هذه الزيارة. الخير أستاذ أحمد، مساء النور وتحيات لحضرتك. أهلا وسهلا بك. الحقيقة طبعا الزيارات على مستوى القيادة بين البلدين دائما هذه الزيارات ما تعكس عمق ومدانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، تعكس حجم التعاون القائم بينهما، يطل الروابط الأخوية اللي تجمعهما على مستوى القيادي وعلى المستوى الشعبي. اليوم أنت الآن بتتحدث كنت عن البيان المشترك الصادر عن الزيارة. نعم. وقراءة معمقة لهذا البيان سوف تجد أن هنالك تطابق، ولا أقول توافق، تطابق وجهات النظر تجاه قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. المنطقة تموج بالتحديات، تموج بالأزمات. نجد أن هنالك تطابق بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة للعراق، بالنسبة لليمن، السودان، جميع الأزمات التي تعاني منها المنطقة كان هنالك تطابق كبير جدا في وجهات النظر، وهذا هو الذي يشكل محور الجهود المشتركة لقيادتي البلدين في التعامل ومع هذه التحديات. سعادة السفير أسامة، نقدر نتكلم أيضا على التنسيق اللي بيتم بين البلدين في هذه الملفات. هناك تطابق كما حضرتك وصفت، ولكن أيضا التنسيق نتكلم على فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، فيما يتعلق بقضايا النووي الإيراني. إيه اللي بيتم بين مصر والمملكة في هذه الملفات أيضا؟ وما بشك أن هنالك كما تعلم العلاقات فيما بين البلدين علاقات استراتيجية.
نعم. عندما نتحدث عن العلاقات الاستراتيجية فنحن نتحدث عن تنسيق تام بين الأجهزة المعنية في البلدين بشكل مباشر من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات مبرمة فيما بينهم. هذا التنسيق تنسيق قائم على مدار العام وبشكل يومي وأسبوعي وشهري فيما بينهم، وهنالك تشاور سواء كان في النواحي الأمنية أو سواء كان في القضايا السياسية. هنالك لجنة المشاورات السياسية التي يرأسها وزير خارجية البلدين، وتجتمع هذه اللجنة كل 6 أشهر بالتناوب، ومنبثق عن هذه اللجنة فرق عمل. هذه الفرق العمل متخصصة في بحث قضايا محددة ومتخصصة بعينها، وبالتالي هنالك اتصالات وهنالك عمل كبير قائم. هذا العمل بيتوج عند لقاء القيادتين ببحثه بشكل عريض وبحث هذا التوافق الذي تم من خلال هذه اللجان. سعاد السفير، ماذا عن النهارده نتكلم تقريبا المملكه الدوله الاولى استثمارات في مصر تقريبا قرابه 30 مليار دولار، والنهارده تم توقيع ايضا العديد من الاتفاقيات. نتكلم على هذه الاتفاقيات، ماذا تمثل في مساله الاستثمار بين مصر والمملكه؟ تحدث اليوم في ملتقى الاقتصاد الذي تم اليوم صباحا، تحدثوا عن 30 مليار القائمة، تحدثوا عن الاستثمارات الجديدة التي تبلغ إلى 7 مليار. هنالك كذلك اتفاقية بين الصندوقين السياديين بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليار دولار. أعتقد أنه هذا التعاون وهذه الاستثمارات نتاج طبيعي للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين، والتي تشهد بأن الاستثمارات السعودية كانت من أوائل الاستثمارات العربية التي دخلت إلى مصر، ومنذ ذلك الحين وهذه الاستثمارات تنمو ولله الحمد وتتسع لتشمل مجالات عديدة ولا تقتصر على مجال واحد. هل احنا بنتكلم دلوقتي على بنية تحتية، بنتكلم على خدمات، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على أمور خاصة بصناعة العربيات، سيارات مثلا، ترفيه وغيره، نتكلم على مجمل هذا الأمر أو هذه الأمور؟ نحن نتحدث عن كل المجالات المتاحة للاستثمارات بين البلدين في جميع القطاعات بدون استثناء. نتحدث عن الاستثمار في المجالات الصحية، في مجال الصناعة، في مجال التجارة، في مجال التطوير العقاري، في مجال الطاقة، في مجال التصنيع بكافة أفرعه، فالصناعات العسكرية هنالك اتفاقيات مبرمة بين بلدين في هذا المجالات. المجال مفتوح. هل سعادة السفير أسامة مرة تانية بنتكلم على تقريبا 60 شركة ومؤسسة، فينهم شركات لأول مرة تشتغل في مصر ولا هم موجودين بس بيزودوا استثماراتهم؟ لا، هنالك العديد من الشركات المتواجدة منذ فترة طويلة جدا، ومستثمرين سعوديين متواجدين من فترة طويلة جدا في مصر، وبتتوسع استثماراتهم لتشمل قطاعات أخرى، وهنالك استثمارات جديدة دخلت السوق لرجال أعمال سعوديين بيودوا جزء من استثماراتهم حول العالم إلى مصر. سعادة السفير أسامة نقل أولا كل التحية لحضرتك وكل التحية لكل أشقائنا في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا. البيان كمان سريعا، اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلمية برنامج إيران النووي وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، أكدت المملكة العربية السعودية الدعم الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية
مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في شهر سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا. عبر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، ومن جانبه عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشدد على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، وأكدت مصر أن أمن البلدين كل لا يتجزأ. وفي الشأن الأمني أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعبر عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وفي ختام الزيارة عبر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ملقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني جمهورية مصر العربية. زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت، وهناك تنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا قادة في المملكة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان. أيضا أن هناك أولا قمة قادمة هتكون تستضيفها المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو القادمين. الرئيس الأمريكي سيقوم أيضا بزيارة لقاء مع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وفي اليوم التالي هيلتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية ومع أيضا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. إذن هي لقاءات مهمة وزيارات مهمة وتنسيق أيضا قبل أيضا القمة الأمريكية العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم 16 يوليو القادم، وهيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي هناك تنسيق في كل هذه الملفات في هذا التوقيت. أمير محمد سلمان غدا سيكون في تركيا، أول زيارة يقوم بها الأمير محمد سلمان غدا إلى تركيا، وتركيا رحبت على لسان أردوغان الأسبوع الماضي بهذه الزيارة، واتكلموا على فتح علاقة جديدة وصفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وبالتالي حفاوة كبيرة من الإعلام التركي وكل المسؤولين للأتراك بزيارة الأمير محمد سلمان غدا إلى تركيا عقب أن انتهاء زيارته التي بدأت مساء هذا اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نتابع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة الأردنية المملكة العربية السعودية إلى مصر، واللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الحفاوة في هذا الاستقبال ولي عهد المملكة العربية السعودية في زيارته المهمة إلى مصر. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.
وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة شملت ولدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر. متابع أيضا توقيع اتفاقيات اليوم بين مصر والمملكة العربية السعودية، اتفاقيات بحجم استثمارات كبير يقترب من 8 مليار دولار. وكما شرح السفير أسامة نقلي قبل قليل، هناك شركات بتعمل لأول مرة، نتكلم على اتفاقيات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في مشروعات ضخمة داخل مصر تتعلق ببنية تحتية، بنتكلم في مجالات عديدة، مجالات الطاقة، مجالات خدمات لوجستية، مواني، بنتكلم على أيضا فرص كبيرة في مجالات الكهرباء، بنتكلم أيضا على صناعات السيارات، الترفيه، اتفاقيات خاصة بالأدوية في مجالات الصحة، مجالات البترول، منتجات بترولية، طاقة متجددة، العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، نتابع هذه الاتفاقيات. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، شهدت الهيئة العامة للاستثمار توقيع اتفاقيات استثمارية ل14 مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص في مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين. يأتي لقاءنا اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها العديد من المتغيرات الاقتصادية والتي وضعتنا جميعا أمام لحظات حاسمة ترفض واقعا جديدا على اقتصادنا، مما يتطلب منا صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تلك المتغيرات. وكانت مصر من الدول الرائدة التي سعت إلى صياغة استراتيجية جديدة ارتكزت على تمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كمحور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لما يملكه من أدوات للإبداع وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل. نقل لكم تحيات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد به الأمين الأمير محمد بن سلمان إلى حكومة وشعب مصر الشقيق. مصر هي التاريخ، هي العروبة، هي قلب العرب. والحقيقة يعني أنا شخصيا استعدت الأمل بالفرص الاستثمارية في مصر، ولابد أنه يعطى الشكر لأهلي. يعني كلمة حق وكلمة، يعني أنا هذا خارج الإطار معلش، كلمة حق أنه مصر اليوم تعيش تحول جديد، تعيش عهد غير مسبوق. البيئة الاستثمارية طبعا مشوار طويل، لكن البوصلة صح والتوجه صحيح. والحقيقة فالشكر الأول لفخامة الرئيس السيسي على جهوده وحكومة مصر الشقيقة على كل ما يبذلونه. لسه طبعا أماننا أكبر والتحديات أكبر، لكن الحقيقة يشكروا على كل الجهود المبذولة. لا يخفى عليكم، تحدث معالي الدكتور ماجد عن قناعتنا ورضانا في المملكة العربية السعودية بتوجهات التنمية الاقتصادية والنهضة التي تعيشها مصر اليوم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا يخفى عليكم أننا في المملكة أيضا نعيش فترة تاريخية بكل المعايير، وبوصلتنا في المملكة هي رؤية المملكة 2030 التي يقود تنفيذها عراب الرؤية ومهندسها سمو سيدي ولي العهد الذي يزور مصر الشقيقة هذه الأيام. من أهم محاور رؤية المملكة 2030 هو كون المملكة رابط للقارات الثلاث. وشملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المصري والسعودي عددا من القطاعات، من بينها البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية وتحلية المياه والأمن السبراني والإعلام. أشكر قناة صدى البلد على هذه المقابلة، قناة جميلة من القنوات اللي نحرص على متابعتها، أشكركم. النقطة الثانية، الاتفاقيات اللي تمت اليوم، اتفاقيات احنا نرى منها بإذن الله توسع أكثر في السوق المصري. الاتفاقية الأولى هي مع الهيئة العربية للتصنيع، نستهدف منها توطين تكنولوجي طاقة الرياح، وأيضا مشاريع الهيدروجين الأخضر، وأيضا تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. الاتفاقية الثانية هي مع شركة بنية، نستهدف منها العمل على مراكز البيانات وأيضا الأمن السيبراني. اليوم أن تكون مصر المحطة الأولى للاستثمارات السعودية أو للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، واليوم الحمد لله حجم الاستثمارات الموجودة في مصر يزيد عن 120 مليار ريال، وهذا اليوم رقم كبير ولمستقبل ولنمو استثمارات أكبر بإذن الله. وهالاتفاقية اليوم هي بتؤكد حرص الحكومتين وحرص المملكة العربية السعودية على نمو الاستثمارات السعودية في مصر. احنا طبعا نمثل جزء بسيط من الرؤية الكبيرة، ولكن هذه بتدفعنا انه نستثمر اكثر، ننمي القطاع الدوائي اكبر بكثير، لانه المجال الدوائي يعتبر مهم لصحة الانسان ما بين الطرفين. ولكن النهاردة تدشين المصنع جامو فارما في مصر، وده مصنع مقام على 15000 متر في مدينة العبور، وحيبتدي ان شاء الله بكره التعاون مع الاداره الصيدله او رئيس هيئه الدواء المصريه في اصدار الترخيص. مصنع تم انشاؤه تماما، المنطقه العقيمه، خط الانتاج للمضادات الحيويه للمراهم الجلديه. النهارده تشرفنا بتوقيع اتفاقيه تعاون مع شركه الفنار، هي اتفاقيه تعاون ما بين مجموعه بنيه المصريه وشركه الفنار السعودية في ثلاث مجالات محددة، وهو مراكز البيانات الكبرى الداتا سنترز، والمدن الذكية
والأمن السيبراني، اللي هم ثلاث حاجات يمثلوا جزء أساسي من البنية التحتية التكنولوجية اللي هي أساس التحول الرقمي سواء في مصر أو في المملكة السعودية. وجاءت الاتفاقيات الاستثمارية للقطاع الخاص بين مصر والسعودية لتعزز الشراكة الاستراتيجية، وخاصة بعد أن تجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار عبر أكثر من 6000 شركة، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 800 شركة مصرية. تزامنا مع الزيارة الهامة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، توقيع 14 مذكرة تفاهم مصرية سعودية لتحقيق التنمية والاستقرار بين البلدين برؤية موحدة. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي. ايضا بالتزامن مع زياره الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه، عقد المنتدى الاعلامي المصري السعودي بحضور زملائنا رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات والاعلاميين في مصر واشقائنا الوفد الاعلامي في المملكه العربيه السعوديه، خلال او على هامش هذه الزياره ايضا لقاء موسع ما بين مسؤولين الاعلام في مصر والمملكه العربيه السعوديه. بنتكلم على إعلام مرئي، بنتكلم على إسماء إعلام الصحف، بنتكلم على مواقع إلكترونية، في رؤساء تحرير، مسؤول وزير الإعلام السعودي، مسؤولين وزارة الإعلام السعودية، مع كل المسؤولين أيضا في مصر في هذا اللقاء المهم المنتدى الإعلامي بين مصر والمملكة العربية السعودية. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. النهاردة عقد أكبر منتدى بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين أو السعوديين والمصريين في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ده بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وإجراء مباحثات مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعاً إحنا بنرحب بسمو الأمير في بلده مصر، وبنقول إن الزيارة دي بتأتي في لحظات تاريخية مهمة جداً نتيجة الأحداث الدولية اللي بتحيط بالمنطقة والمخاطر الكبيرة، وبعد أيام هتنعقد القمة العربية، فهنا تنسيق المواقف المصرية السعودية مهم جدا في هذه المرحلة، وفي توافق في الرؤى ما بين البلدين والزعيمين، وإن شاء الله يعني تكون زيارة ناجحة ونصل فيها إلى اتفاق حوالين القضايا العربية الملحة، ويبقى في حد كده للتضامن العربي، ونرجع زي زمان نقول أمجاد يا عرب أمجاد، وأمجاد العرب دي تتحقق ما بين التعاون الوثيق بين القاهرة والرياض. الحقيقة احنا سمعنا كلام مهم جدا من القيادات الإعلامية السعودية، كان عددهم يعني قرابة 20 قيادة من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، كنا سعداء جدا بيهم مع القيادات الإعلامية المصرية. سمعنا آمال وطموحات كبيرة إن يبقى في تعاون وثيق بين الإعلام المصري والسعودي، إعلام يعكس حجم العلاقات السياسية بين الزعماء في الدولتين، ويعكس العلاقات الطيبة ما بين الشعبين المصري والسعودي. على أعناقنا أو في أعناقنا مسؤولية كبيرة أن نبلور هذا الطموح في خطط عملية بتنفذ على أرض الواقع. في هذا المساء الحقيقي اجتمعنا بزملائنا من الإعلاميين المصريين، وكان هناك تناغم في الأفكار والرؤى وتوافق في وجهات النظر، طرحت الكثير من الأفكار والمقترحات لبرولة التفاهم الذي تم هذا المساء إلى واقع تنفذ فيه الكثير من الشراكات والتفاهمات التي تمت. هذا المنتدى الذي عقد الليلة بحضور كل وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين جاء على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها مساء اليوم
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الحقيقة طبعا كان لقاءنا اليوم فرصة كبيرة جدا لنا مع زملائنا وإخواننا الإعلاميين المصريين، تبادلنا كثير من الآراء حول العلاقة وخصوصيتها، وتمثل هي علاقة نموذجية حقيقة بين بلدين حققوا الشراكة الاستراتيجية والتطور في هذه العلاقة، وإحنا كإعلاميين مطالبين أيضا أن نعكس هذه العلاقة على منصاتنا الإعلامية، لأن الإعلام دائما هو مرآة للواقع. والحقيقة أن زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تأتي في وقت مهم جدا، وتبدأ جولته من مصر وهي الزيارة الرابعة لسمو ولي العهد خلال 5 سنوات، وهذا يعكس مدى الخصوصية في علاقة البلدين ومدى ما يكنه سمو ولي العهد لمصر وقيادتها من معزة واهتمام خاص. سعدنا اليوم حقيقة بلقاء نخبة من أشقائنا الإعلاميين في مصر في هذا الملتقى. حقيقة فعلا الملتقى أعطى فرصة لمجموعة من رؤساء التحرير ومدراء القنوات في المملكة الجلوس مع نظرائهم في مصر ومناقشة أوجه التعاون، وهذا اللقاء حقيقة امتداد للقاء سابق كان معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عقده هنا في نفس المقر، وكان وجه معاليه باستمرار العمل لتطوير التعاون الإعلامي بين المملكة ومصر، واستمرار لذلك حقيقة عقدت مجموعة من الاجتماعات في المملكة وفي مصر، وخرجنا بمجموعة من أوجه التعاون وخطط تنفيذية لتحويل هذه الأفكار إلى خطوات تنفيذية ومشاريع، وإن شاء الله سيوقع في ذلك برنامج تنفيذي وتوضع آليات تنفيذية ويشكل فريق عمل مشترك لمتابعة التنفيذ. هذا اللقاء أنا أقول يعني من مميزات الزيارة اللي سمو ولي العهد إلى مصر، وأعتقد أن هذا اللقاء الإعلامي بين الإعلاميين وكبار الإعلاميين المصريين والإعلاميين السعوديين أنه لقاء مثمر جدا، لعله طرح وبشفافية كاملة كيف يكون التكامل والتعاون بين الطرفين الإعلاميين، كيف يكون عمل مشترك حقيقي في الوقت الراهن، أحوج ما نكون إلى إعلام صادق ورزين. أعتقد أن تبادل الأفكار والخبرات بين الإعلاميين مهم جدا، تماما كما هو بين السياسيين، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار معمق بين إعلاميي مصر وإعلاميي السعودية والإعلاميين العرب بشكل عام. امبارح كنا نشارك في مؤتمر مهم عقد في مدينة نابولي الإيطالية، برلمان البحر المتوسط حوالي 30 دولة تقريبا، واللي بيترأسه النائب الإيطالي جينارو ميلوري رئيس برلمان البحر المتوسط، وعملت معه حوار قصير هنزيجه بعد شوية. كان النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب اللي اتكلم في هذا المنتدى المهم جدا أمام وفود الدول المشاركة، اتكلم على الإرهاب أولا، ولما كانت جرائم الإرهاب بتحدث وكانت دول العالم بتتكلم على إنه الإرهاب ده هو ده إقليمي بس، ده عشان عندكم بس ما بيطولش العالم، وبالتالي ما كانش فيه الدول متعاونة في هذا المجال، وإنهم كانوا بيشوفوا الإرهاب دي ظاهرة محلية وظاهرة إقليمية فقط. بعد ذلك أصبح هناك انتشار للإرهاب في دول العالم، وقال ان احنا كبرلمانيين علينا مسؤوليات خاصة بالتشريع والرقابة. اتكلم على ما حدث في العالم العربي في 2011 ومسألة اسقاط الدول ومفهوم اسقاط الدول واضعاف المؤسسات في دول الشرق الاوسط، ووجه امام الدول اللي حاضرة ورؤساء برلمانات الدول اللي حاضرة، بقول لكم حوالي 30 دولة رؤساء برلمانات قاعدين، قال لهم انه يعني الإرهاب والعصابات منظمات الجريمة المنظمة بيجد الإرهاب أيضا انتشار، وإنه الإرهابيين انتقلوا من أفغانستان عشان يتوطنوا في سيناء الحبيبة،
مهبط الأديان وأرض السلام، ولكن أنه مصر الكلام ده بعد 2011، وقال أنه في اللي حصل في 2011 في الدول العربية كان مدعوم من الخارج، وقال كده بالظبط بشكل واضح يعني. طبعا كان في تركيز جامد من الحاضرين، ووزير الداخلية إيطاليا كان لها كلمة أيضا في هذا المؤتمر، وقال أنه كان في دول، نائب محمد أبو العنين، بتقف وراء الإرهابيين دول عشان تسقط الدول وتفتت الدول المختلفة. وقال طبعا مصر نجحت انها يعني بشكل كبير جدا من خلال القوات المسلحة والشرطة انها يعني تطهر مصر من هذه العصابات الإرهابية. اتكلم ايضا على اللي حصل في ليبيا، اللي حصل في سوريا، اللي حصل في العراق، وكان قاعد قدامنا الوفد الليبي واشقائنا في ليبيا. مش عايز اقول لكم شايفين بلدنا ازاي وبيتكلموا ازاي على مصر وقوه مصر ومصر بتعمل معاهم ايه. نائب محمد ابو العنين هو بيتكلم، انا طبعا سامعهم هم بيتكلموا، لانه منهم بعض الناس بداوا يتكلموا معايا على كلامه عنهم. قال لهم شايفين ليبيا، ولكن احنا ليبيا النهارده بنشكر الوفد الليبي اللي موجود وبندعم ليبيا الشقيقه وتتجاوز الوضع اللي هي موجوده فيه. اتكلم نائب محمد ابو العنين ايضا على اللي عاشته مصر في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقال لهم الناس اللي كانوا وقتهم كانوا بيدعوا لهدم الأهرامات وأبو الهول باعتبار كذا وإنها دعوات مقيتة، وقال ده اللي كانوا بيحكموا مصر، والمجمع العلمي اللي حرقوه وغيره كان فيه كلام ورسائل واضحة جدا. اتكلم أيضا على ثورة 30 يونيو العظيمة، واتكلم على الثورة وحقيقة الثورة، وقال ثورة حماها، ثورة شعب حماها الجيش، ثورة شعب حماها الجيش. كرر الجملة دي أكتر من مرة في حضور برلمانات الدول اللي كانت موجودة والمشاركة في هذا المؤتمر المهم. اتكلم أيضا على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وما تخوضه مصر حاليا حرب للتنمية، واتكلم على العاصمة الإدارية، وقال إن هي ثلاث أمثال العاصمة القاهرة، اتكلم على المدن الجديدة، اتكلم على مصر انتقلت مسألة التنمية وزراعة الصحراء، كنا عايشين على 6% طول التاريخ، النهاردة وصلنا إلى 14%، قال في خلال 7-8 سنين اللي فاتوا. اتكلم على مصر والدولة الشابة وإفريقيا كمان الدولة الشابة، واتكلم على الإرهابيين وإزاي مصر يعني تصدت للعناصر الإرهابية، وأيضا عاقبت وفقا للقانون كل هذه الجماعات الإرهابية. نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين في كلمته. شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة لهذا الاجتماع. في الواقع أني قد عددت بعض الكلمات باللغة العربية، وقد قامت خدمة الترجمة لديكم بترجمتها، وإني أثمن كثيرا ما اخترتموه موضوعا لهذا المؤتمر الهام. وشكرا جزيلا على دعوتي إلى نابولي، تلك المدينة الجميلة التي يفخر الجميع بالتواجد فيها. شكرا جزيلا. بام كالعادة بيختاروا موضوعات هامة جدا، واحنا فخورين بأنشطة بام على مستوى العالم ومشاركته في كل المحافل الدولية واختياره للموضوعات الهامة اللي بتهم البشرية بصفة عامة. حقيقة موضوع النهاردة موضوع الجريمة عابرة القارات المنظمة، واللي استمعت إليه النهاردة الصبح من الجلسة الأولى فكرني بموضوعات كتيرة جدا كانت بتحدث زمان، وفكرني لما كنت بروح بروكسل للبرلمان الأوروبي وبنروح للبرلمان الدولي ونتكلم على الإرهاب. ولما كنا بنتكلم على الإرهاب من حوالي 20 سنة كانوا الرد الطبيعي لأي حد كان بيقولك الإرهاب ده يعني حاجة إقليمية وحاجة في بلدكم وانتم مسؤولين عن الإرهاب ده، لكن احنا ما عندناش إرهاب ودي مسألة شخصية تهمكم انتم. إلى أن جاءت الوقت الإرهاب دخل في كل البلاد تقريبا. الإرهاب والجريمة المنظمة ليس لها مكان وليس لها موقع، هي منتشرة في كل العالم، وبالتالي هذا الموضوع بأهميته القصوى. لما بنتكلم إحنا على جريمة منظمة عابرة للقارات، وخصوصا في خلال 10 سنوات الأخيرة، أنا عاوز أتكلم عن دول بصفة خاصة لأنه الأحداث بتتوالى والمشاكل بتتكاثر، والعالم الحقيقة بدأ يواجه صعوبات حتى في مواجهة هذه الموضوعات. ما فيش شك أن الجريمة المنظمة تهديد خطير للأمن والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان،
وسيادة القانون والبيئة والصحة العامة التي تؤثر على الأمن والسلم العالمي. ولا شك أن الجهود المبذولة للتغلب عليها لا ينبغي أن تركز على أثارها فقط، بل على اقتلاعها من جذورها لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة. ونحن كبرلمانيين علينا مسؤولية من خلال التشريع والرقابة في تكثيف الظروف التي تؤدي لانتشار هذه الجريمة المنظمة. فهذه الجريمة تتغذى على عدم الاستقرار والنزاعات وضعف الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها الأساسية والأمنية. لكن ما الذي حدث في 2011؟ ماذا قال النائب محمد أبو العنين لبرلمان دول البحر المتوسط؟ متابع. وقد فتحت ما قالوا عنه الربيع العربي الباب أمام مفهوم جديد، كيف نسقط الدول، كيف تسقط الدولة ويفرق شعوبها ونضعف مؤسساتها في دول الشرق الأوسط. فانتشرت على آثارها العصابات المنظمة للجريمة، وازدهرت جماعات الإرهاب. وأدلل على ذلك ما حدث في مصر وشاهده العالم كله من هذه المنظمات الإرهابية التي تحولت وانتقلت من تورابورا في أفغانستان لتتوطن في سيناء الحبيبة، في سيناء أرض السلام، مهبط الأديان السماوية الثلاثة. كانت هناك التدريبات الإرهابيين هناك بعد أحداث 2011 التي حدثت في القاهرة، ما اسمه الربيع العربي. والمؤسف أن هذه الجريمة كان وراءها دول تنظمها ومؤسسات كبرى تنظمها من أجل إسقاط الدول وتفتيت الشعوب وتقسيم البلاد. فقط هذا العمل الجشع، هذا العمل المجرم الذي حدث هز العالم كله، وكان مرتعا وملاذا كبيرا لدفع عمليات الإرهاب والجريمة المنظمة. ولم يكن الحال بأفضل من ذلك في البلاد الأفريقية والأسيوية، حيث خلق من ضعف الدولة وهشاشتها وعجزها عن مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بيئة خصبة للنمو وانتشار الجريمة المنظمة. فعندما تغيب الدولة تحضر وينمو ويزدهر هذه العصابات، وعندما تدمر النزاعات الاقتصادية الرسمية يزدهر الاقتصاد الأسود ويزداد الفقر والبطالة والاتجار في البشر والمخدرات والأسلحة وسرقة الآثار. ماذا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم مع كورونا كمان؟ إيه اللي حصل في العالم وأيضا انتشار السلاح في العالم؟ نتابع. وجاءت جائحة كورونا والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والاستخدام الواسع للإنترنت في الأغراض الإجرامية ليخلق أنشطة جديدة لعصابات الجريمة المنظمة. ومن الواضح أن الجريمة المنظمة في انتشار وليس في انحصار، والأرقام تدلل على ذلك. مليار قطعة سلاح صغيرة متداولة في الأسواق السوداء العالمية، مليار قطعة سلاح موجودة في السوق، 280 مليون مهاجر دولي على مستوى العالم بسبب عدم الاستقرار والصراع وعدم المساواة ومشاكل تغير المناخ. إن الأمثلة عديدة على الارتباط بين ضعف الدولة وانتشار الجريمة المنظمة. تحدث أيضا النائب محمد بن عين عن الوضع كان إيه في سوريا، إيه في العراق، ماذا كانوا تريد هذه الجماعات، كانت عايزة تعمل إيه في سوريا وعملت إيه في سوريا والعراق. ما الذي جرى في مصر بعد 2011 وكيف تخلصت مصر من هذه العصابة الإرهابية؟ نتابع. حقيقة اليوم قابلت أصدقائنا في ليبيا وهم أحبابنا، ونحن كلنا نعرف ليبيا الحبيبة، ليبيا الأمن والأمان والسلم التي طالما عشنا معها سنوات عديدة في أمن وسلام، وشعبها شعب شوفوا ماذا يحدث هناك، إنه من الإرهاب والجريمة المنظمة التي أرادت أن تتخذ لها موطنا هناك. لكننا على ثقة كبيرة أن الشعب الليبي الجسور سوف يؤسس دولته ويبني برلمانه ويؤسس برامج للتنمية المستدامة ويطرد كل هؤلاء من بلادها إن شاء الله. سعدت كثيرا أن أراهم بيننا اليوم ويشاركوننا كالمعتاد، وكم أنا حزين
لأنني لم أرى زملائنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي البلاد العربية التي اجتاحها الإرهاب الأسود. فرأينا كيف كان سوريا والعراق وكيف أصبحت عندما اجتاح الإرهاب مساحات واسعة من أراضيها وحاول إنشاء دولة لها فيها، وكيف أجبر نصف الشعب السوري على الهجرة والنزوح إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي، وأصبح عرضة لعصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكيف تعرضت فتيات العراق للرق والبيع كسلعة، وكيف حطمت الآثار ونهبت المتاحف وتم الاتجار بمحتوياتها في السوق السوداء لتمويل النشاط الإرهابي. ماذا كان يحدث في مصر قبل ثورة 30 يونيو العظيمة؟ ماذا قال النائب محمد أبو العنين لرؤساء وفود برلمانات دول البحر المتوسط؟ كيف كان الوضع في مصر؟ لقد تحدثت عنه، ورأينا أن الأحداث التي حدثت في مصر، قتل من قتل وهدم من هدم من هدم، ورأينا أيضا تدميرا كبيرا للمتاحف المصرية، حتى وصل الجهل بهؤلاء لفكرة تدمير الأهرامات وتدمير أبو الهول، واعتبروا ذلك تماثيلا ليس لها قيمة وضد الدين وضد الشريعة. هذا جهل وهذا تصور الجهلاء الذي انتشر واتخذوا من الدين سمة لترويج معتقداتهم وأكاذيبهم وخدعهم للبشرية جمعاء. كم من سيارة مفخخة رأيناها أمام المتحف الإسلامي وأمام المجمع المدى العلمي الذي يضم أكثر من 200 مخطوطة نادرة، وكم من حوادث إرهابية حصلت في مواصلات النقل العام وأمام المجمعات الحكومية المختلفة. كان هذا أيام الجماعة الإرهابية وحكم الإرهاب والإرهابيين، ولكن ماذا بعد ثورة 30 يونيو العظيمة؟ وماذا قال النائب محمد أبو العنين عن ثورة 30 يونيو وما حدث حتى اليوم من تنمية في مصر؟ لقد عاشت مصر سنوات سوداء حتى رفعها الله سبحانه وتعالى بثورة 30/6. هذه الثورة الشعبية التي حماها الجيش، التعبير الحقيقي للأمة المصرية، قالت كلمتها في 30/6 وقالوا لا، مصر التاريخ، مصر الحضارة، لم ولن يكون بيننا هؤلاء. فكانت ثورة الشعب الذي صار في كل ميادين مصر حتى يحقق مأربه، وانصاع الجيش وقواتنا المسلحة لإرادة الشعب ووقف بجانبه حتى كانت هذه الثورة. وبالإجماع تم انتخاب الرئيس السيسي الذي غير معالم مصر، الذي يبني اليوم مصر الحديثة، يبني حضارة جديدة، يقول للعالم أجمع نحن شركاء البناء والتنمية المستدامة، نحن معكم ضد الإرهاب، نحن معكم مع التنمية، نحن معكم في التعاون الأمني والسلمي وفي كل الأعمال المخابراتية من أجل هؤلاء. فاختم بنجاح ليس له نظير، وأقول هذا وأنا أعرف العناء والجهد الذي تحملته مصر عبر عشرات السنين حينما كانت تكافح الإرهاب وتحاصره وحدها نيابة عن العالم. كان ذلك دورا عظيما قامت به مصر، وهي اليوم تحاصر هؤلاء ونجحت نجاحا منقطع النظير، وحررت سيناء الحبيبة مهد الأديان، وتدعوكم كلكم لأن تتمتعوا بهذا الجو وهذه العبادة، هذه العبادة المقدسة، الحج المقدس اليوم هي رحلات مستمرة أدعوكم إليها لتروا هذا الحج في سانت كاترين وفي مناسك الحج المقدس المسيحي. أهلا وسهلا بكم لتروا ماذا صنعت مصر وكيف حققت الأمن والأمال في فترة قصيرة، وكيف إن امتدت التنمية المستدامة في كل ربوع مصر. ستجد عاصمة إدارية مساحتها 3 أمثال القاهرة، ستجد 14 مدينة جديدة أنشئت في قلب الصحراء المصرية، ستجد توسعات عمرانية كبيرة لم يسبق لها مسير انتشر فيها الشعب المصري. عبر التاريخ كنا نعيش على 6% من مساحة الأرض المصرية، اليوم امتد العمران إلى 14% من المساحة المصرية في غضون 10 سنوات. هذا إنجاز ضخم، هذا كله هو محاربة أيضا للإرهاب، لأننا نجد المشروعات العمرانية بدلا من التطرف
نصنع مفاهيم جديدة بالحوار، نؤكد للشباب وأقول لكم أن مصر دولة شابة وأفريقيا دولة شابة، وعلينا جميعا أن نأي معنى هذه الكلمة. فحينما نتحدث عن شبابية الدول نتحدث عن إمكانية توافر فرص التنمية المستدامة، كيف نصنع ذلك؟ وهذا موضوع مهم جدا، لأن احنا قابلنا الإرهابيين دول والشعب كله، الإرهابيين عاقبناهم وكل من لطخت يده بالدماء في السجون، والشباب الذي انخدع كان معه الحوار. فأنا أقول لكم أن الحوار جزء من محاربة الإرهاب حتى لا ينخرط بعض الشباب في هذه البوتقة الخطيرة. تحدث أيضا عن مصر، مصر الحضارة التاريخ، اتكلم عن المتحف المصري. بمناسبة كمان المتحف المصري كان العالم الكبير دكتور زاهي حواس حاضرا وألقى أيضا كلمة مهمة بعد شوية، نستعرض جانب من كلمة العالم الكبير دكتور زاهي حواس حول مصر التاريخ الحضارة أيضا اللي حصل في مصر في سنوات ماضية. ولكن النائب محمد أبو العين تحدث أيضا عن مصر الآن المستقبل الماضي، ولكن نتحدث بشكل كبير حول المتحف المصري الكبير. وأقول لكم ببشرة طيبة أن أمام الأهرام الثلاثة في 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 القاهرة في الجيزة يشيد متحف عالمي، هو أكبر متحف في العالم، ومن يراه سوف يشعر أن مصر الحديثة ومصر القديمة هي أصحاب الحضارة والتاريخ كما تعلمون جميعا. هنا كان الكلمة للنائب محمد أبو العنين اتكلم فيها على مصر في الوقت الحالي، اتكلم كمان وفوت هذه الدول زي ما بقول لحكوا طبعا رؤساء البرلمانات اللي حاضرين كله التركيز مع أيضا هذه الكلمة، لأنه بيتكلم على أمور هناك البعض ربما تكون خافية عنه، ولكن أوضح الكثير من المسببات التي دفعت الشعب المصري التخلص من الإرهابيين والحكم اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت. اتكلم على المرحلة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر كانت ايه وبقت ايه ورايحة لفين بإذن الله تعالى. اتكلم على ما يجري ايضا في سانت كاترين من تطوير، وايضا دعوته للي موجودين، وطبعا هذا المؤتمر بوسائل الإعلام الإيطالية بتكون بتبث هذا المؤتمر، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيتم بث هذا المؤتمر على الهواء مباشرة، والدول المشاركة بإعلامها اللي موجود، وبيكون في تركيز جدا على هذا المؤتمر، لأنه اللي موجودين الناس اللي بيتولوا برلمانين بيتولوا التشريعات المختلفة في البلدان الأعضاء في برلمان البحر المتوسط. كلم النائب محمد أبو العنين في نهاية الكلمة عن الوضع الحالي، واتكلم على ما يتم من بين الدول والتزام الدول وفي التعاون فيما بينها، وأيضا الاتفاقات الخاصة بمكافحة الجريمة، وأيضا مسألة طالب أيضا بضرورة تشجيع الاستثمار من الدول الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط وأفريقيا، وقال أنه عليكم أنكم تساعدوا هذه الدول باستثمارات فيها، وبالتالي انه اتكلم على مصر بشكل واضح واستقطاب الاستثمارات، انه مصر عندها يعني مؤهله بشكل كبير جدا، لديها بنيه تحتيه كبيره هائله تمت، ولاستقطاب الاستثمارات الاوروبيه وغيرها. اتكلم ايضا على الفجوه ما بين الدخل في الشمال المتوسط وجنوب المتوسط، وقال يعني هذا الأمر محتاجين يكون في دعم كبير أيضا، واتكلم على دول الاتحاد الأوروبي وتساءل عن الاتحاد الأوروبي وأيضا مشروعات اللي بتتم ودور الاتحاد الأوروبي، وأيضا التكامل الإقليمي ما بين إفريقيا الدول الإفريقية وصنع والمساعدة في عمليات التصنيع اللي بتتم في الدول الإفريقية. نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين. سيادة الرئيس، هناك العديد الحقيقة من التوصيات أختم بها كلمتي، يجب أن نستفيد بشكل كامل ونقف أمام خطة للتصدي بفاعلية لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة بما فيها الجريمة البيئية والاتجار في المنتجات الطبية المغشوشة والاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم الإلكترونية. من المهم توافر الإرادة السياسية للتنفيذ الأمين لأحكامها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم المساعدة
النقدية للدول النامية لبناء قدراتها على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لقد أصبح من الجلي الواضح اليوم أكثر من أي وقت مضى أن إغلاق الحدود وبناء الأسوار أو صد المهاجرين واللاجئين لا يمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية أو شبكات التهريب. بدلا من ذلك يجب أن نركز على معالجة الأسباب الجذرية التي تهدي إلى الهجرة الغير شرعية. على سبيل المثال ورأيناها أيضا في أفريقيا، وهناك وقفة كبيرة، لأنه أنا أطالبكم وأطالب اللجان الاقتصادية المتخصصة كيف يمكن أن نعظم الاستفادة من أفريقيا. اليوم الدروس المستفادة من الحرب الأوكرانية ومن وباء كورونا على أولوياتها، كيف نستفيد من دول الجوار، كيف نتعاون في المحيط الحيوي الإقليمي حولنا، وأفريقيا وشمال أفريقيا وأيضا دول أفريقية لها ثروات عديدة في كل المجالات، وأن الأوان أن نستخدمها في الغذاء وفي الطاقة. مشكلة المشاكل الحالية على مستوى العالم النهاردة هي الغذاء والطاقة، وأنا أعتقد أن أفريقيا ممكن تكون مصنع غذاء العالم كله بالأرض الخصبة والتوفر المياه الموجودة والوقت الموجود التي يمكن أن يباشر فيه عمليات الزراعة مرتين في السنة، وفي نفس الوقت أيضا موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي من الشمس يمكن الاستفادة من حوالي 4000 ساعة شمس في السنة، وده يعني كم كبير يساعد على توليد الطاقة المتجددة. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن عاوز أقول أن احنا آن الأوان أن نفكر في مشروعات عملاقة بين دول الشمال مع دول الجنوب. ويكفيني أن أقول لكم أنه ما زالت الاستثمارات من الشمال للجنوب لا تتعدى 2%، وده مبلغ حقيقة رقم متواضع جدا يجب إعادة النظر فيه، ويجب إعادة النظر في كل الإمكانات التي يمكن أن تزيد من القيمة المضافة في التعاون الإقليمي سواء بين الشمال مع دول الجنوب. سعدت كثيرا بالاتفاق الأخير الذي حدث منذ يومين مع الاتحاد الأوروبي لتوريد الطاقة، توريد الغاز الطبيعي والغاز المسال، وهذا بالتأكيد هي باقورة التعاون بين دول الشمال وبين الجنوب، ونريد أن يتكرر ذلك في مجالات متعددة، ونريد أيضا النظرة الحقيقية للاستفادة من كل الاستثمارات من كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية الموجودة هناك. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. كان بصراحة في كمان تصفيق حاد جدا للنائب محمد أبو العنين بعد ما خلص كلمته، أنه كل الكلمة بتحمل رسائل للي حاضرين. لما كنتوا بنتكلم ونقول الحقوا يا جماعة وعايزين اتفاقية العالم الأمم المتحدة للإرهاب، كل دولة كانت تقول لك الإرهاب ده مش خاص بينا، الإرهاب ده أنتوا عندكم مشاكل بتاعتكم، وسابونا سنوات. عايز أقول لكم من بداية الثمانينات العالم فشل أنه يعمل اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وكله يتفق على مسمى الإرهاب. لما بدأ الإرهاب قال لهم كده النائب محمد أبو العنين، لما الإرهاب بدأ ينتشر وبدأ يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، بدأ الدول تتحرك، وبالتالي هنا دي كانت الخطورة، لأنه كان إيطاليا بتتكلم على المافيا اللي كانت عندهم والألوية الحمراء واللي حصل والدمور واللي حصل في السبعينات والثمانينات في إيطاليا. كان عندهم أمور يعني في غاية الصعوبة، خطف وقتل واغتيالات في إيطاليا، فكان الإيطاليين بيتكلموا. فدخل النائب محمد العنين قال لهم لا، وانتوا بتتكلموا على ايه؟ تتكلموا على هنا كان بيحصل ايه؟ طب احنا كان بيحصل عندنا إرهاب وكان بيحصل كذا وكذا، ومحدش كان بيتكلم. وفعلا كان يتلف واتكلم على لما كان بيروح بروكسل وهو في البرلمان المصري في التسعينات وحد 2005 و10، يعني كان في تواجد. فتروح للعالم يقول لك لا ملناش علاقه بهذا الامر يا جماعه، انتوا دي مشاكلكم، حلوا الموضوعات دي بينكم وبين بعض، احنا مالنا، انتوا عايزين ليه نسمي. فقال لهم هو انتوا النهارده ايه اللي حصل بقى في موضوع الارهاب، عملتوا ايه؟ ولكن تحدث بشكل واضح على مصر حاليا والاستثمارات في مصر، الوضع في مصر الآن، كانت وقت حكم الإخوان اللي بيحصل إرهاب تفجيرات غيره. النهاردة الحمد لله الوضع آمن وفي استقرار حقيقي موجود في مصر، شرح أيضا الصورة الحقيقية اللي موجودة عليها مصر النهاردة. وعايز أقول لحضراتكم كمان يعني عدد من اللي كانوا موجودين كتير بيجوا مصر وعارفين، ولكن أيضا مهم تشرح للي ما بيجيش ولا بيسمع عن مصر، ولكن بيشرح من وكيل مجلس النواب، رجل السياسي البرلماني المخضرم. وعايز اقول لحضراتكم علاقاته ما شاء الله، يعني احنا موجودين، مش عايز اقول لحضراتكم الدول اللي موجوده شوفوا بيتكلموا. ده الصوره الجماعيه، الصوره الجماعيه اللي بنشوفها ليه طبعا النائب محمد العنين في مقدمه الحضور
للبرلمانات وفي حضور وزيرة الداخلية الإيطالية وأيضا جينارو ميلوري رئيس البرلمان البحر المتوسط والحضور اللي كانوا شاركوا فيه رؤساء وفود برلمان البحر المتوسط الصورة الجماعية اللي اتخذت عقب انتهاء الجلسة الأولى لهذا المؤتمر المهم اللي اختتم أعماله النهاردة. كان لنا لقاء مع جينارو ميلوري رئيس برلمان البحر المتوسط لقاء سريع قبل بدء الجلسة الأولى، تعالوا نتابع هذا اللقاء ثم أعود لحضرتكم. مرحب ضيفي الكريم السيد جينارو ميلوري رئيس برلمان البحر المتوسط، أهلا وسهلا بوجود حضرتك معنا على شاشة صدى البلد. شكرا لهذه الفرصة لتواجدي معكم لهذه المحادثة المهمة. أعرف جيدا أنك من أفضل المذيعين المهمين في مصر ولي الشرف أن أكون مع سيادتكم. بداية عايزين نعرف أهمية هذا المؤتمر، توقيت انعقاد هذا المؤتمر في نابولي، توقيت يمر به العالم يتعلق بالجريمة المنظمة، يتعلق بالإرهاب، يتعلق بما يجري حول العالم. لقد اخترنا مقر لنابولي لهذا المؤتمر البرلماني لمواجهة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، لأنها هي المكان الذي خرجت منه هذه المفاوضات لهذه الندوة. نابولي تعتبر من أكثر الدول تأثيرا ومن أكثر المدن التي عانت في مواجهة الجريمة المنظمة، وإيطاليا في هذا الشأن تستطيع أن تساهم كما ساهمت دائما وتحديدا إذا تواجدت القدرة على جميع الدول التحدث بلغة واحدة وأن يكون لديها الحلول لتبادل المعلومات القانونية التي من الممكن أن تحد من ظاهرة الجريمة. متابعة حضرتك كبرلمان رئيس البرلمان المتوسط للدول ومساعدات الدول فيما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة، مواجهة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين إلى الدول الأوروبية، كيف يتم هذا الأمر والتنسيق بين الدول المختلفة ونجاح الدولة المصرية منذ 2016 بمنع أي مركب تخرج من الأراضي المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية؟ فيما يتعلق بالدول المشاركة في هذا البرلمان المتواجدين في نابولي، التعاون بين هذه الدول في مواجهة الجريمة المنظمة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية، تتابعوا دور مصر في منع أي مركب تخرج من الأراضي المصرية منذ عام 2016 حتى اليوم تحمل مهاجرين، بتتابعوا هذا الأمر إزاي وشايفينه إزاي والتعاون مع مصر في هذا الملف؟ ظاهرة الهجرة غير شرعية تعد ظاهرة يجب مواجهتها على مستوى دولي، والتعاون في هذا شيء أساسي وهام، وهو هناك العديد من التحركات تحديدا من ليبيا على مدار السنوات السابقة منذ 2015 وحتى هذا اليوم وحتى 2016. كنا بالتأكيد ينبغي أن نواجه دفعات من اللاجئين، الملايين من اللاجئين الهربين من أوكرانيا، لذلك يجب التأكد أن يحصل على أكثر أشكال التعاون من الحكومات، وأعتقد أن الشأن كان التعاون مع الجانب المصري كان تعاون فعالا جدا على صعيد الهجرة الغير شرعية. توقعاتكم لما يجري في العالم، هناك أزمة غذاء تضرب دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، هل تتوقعوا مزيد من المهاجرين يأتوا إلى دول الاتحاد الأوروبي؟ يكون في أزمة تواجه أن هناك دول على حافة المجاعة وبالتالي يجدوا ملاذات آمنة في بعض الدول منها دول الاتحاد الأوروبي، هيتم إزاي مواجهة هذا الأمر أو تقدموا مساعدات لهؤلاء إزاي؟ في البداية الأزمة الأساسية لا يجب أن تكون موضوع يتعلق بالمال. من المهم جدا أن لا يوجد عوائق مالية للأشخاص الضعفاء. الشيء الثاني،
نحن يجب أن نحصل من روسيا على الإمكانية لخروج القمح المنتج من خلال دولة أوكرانيا أن يتم خروجها من هذه البلاد. في هذه اللحظة يوجد حوالي أكثر من 120 ألف طن متوقفين خلال الأشخاص يطالبون الطعام. نحن في احتياج لمساعدة دبلوماسية وأيضا في احتياج لمساعدة سياسية. الأزمة الأساسية ليس أزمة فقر ولكن هي ليست أزمة للإنسان ولكن هي أزمة إنسان، أزمة الأشخاص، ونحن نجب أن نعمل على حلها بالتعاون السياسي. هل عندكم أي توقعات لأنه الجريمة ممكن تزيد في ظل المخاطر اللي موجودة وتهدد دول العالم وتهدد شعوب العالم؟ نعم، لدينا رؤية قوية وثقة كبيرة في كلمة واحدة سويا. هي الكلمة التي من الممكن أن تواجه الجريمة العالمية. الجريمة ليست مشكلة مع أي بلد مع أي شعب ولكن هي مشكلة للجميع، وأغلبية التعاون سوف يتم استخدامها للقطع الجريمة من جذورها. هل هناك تنسيق ما بين البرلمان مع وزارات الداخلية في الدول المشاركة أو الدول المعنية بهذا المؤتمر؟ الهدف من هذا المؤتمر هو مساعدة البرلمانات ومتابعة المشاركات. نحن نريد من البرلمان أن تعطي دفعة قوية للدول للحصول على أكثر تعاون. ماذا عن الإرهاب؟ وهناك بعض الدول حاليا في أفريقيا بدأ الإرهاب يعود مرة أخرى بعد أن كان اختفى، ولكن يعود في ظل الأزمات التي تواجه العالم، الأزمة الاقتصادية والفراغ اللي بيحدث في بعض الدول. موقف هذا المؤتمر من الإرهاب وربما ينتشر الإرهاب مرة أخرى ويعود مرة أخرى. سوف يكون شيء جميل جدا ولكن المؤشرات الأولية معقدة بعض الشيء. نحن يجب أن نتغلب على الخوف للأشخاص التي لديهم رغبة وبمساعدة الطرق القانونية والقضاء والشرطة. سوف نكون مهتمين دائما بهذه المواجهة ولكن ليس فقط مؤتمر لحل المشاكل ولكن مؤتمر لكي يعطي بعض من الحلول. ماذا عن تعاونكم كبرلمان مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف وفي فيينا والذي يتعلق بمكافحة الجريمة والمخدرات؟ كيف يتم التعاون بينكم وبين هذه المنظمة الدولية؟ مكتب فيينا هو مكتب مكافحة الجريمة، هو بالطبع المكتب المختص، ونحن نكون مهتمين أيضا بهذه الوجبة النهائية التي يتم كتابتها والتي تم كتابتها من خلال مكتب إيطاليا ومكتب فيينا ضد المخدرات والجريمة. وأعتقد هذا عنصر أساسي لأننا من المؤسسين للبرلمانات لجميع الدول. الرسالة اللي ممكن حضرتك توجهها من هذا المؤتمر للدول المشاركة، الدول سواء الأوروبية أو الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر؟ المؤتمر الخاص بنا يتم مشاركة من بعض الدول مثل المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر بالطبع، الأردن، لبنان، المنظمة الفلسطينية، الكويت، الدول العربية، كثير من الدول العربية تشارك معنا في هذه المؤتمر، ونأمل في السنوات القادمة أن يكون لدينا الأردن. أولا بشكر حضرتك، تشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة، كل التحية. شكرا لكم جميعا. شكرا.
أرجع مع حضراتكم مرة تانية الدكتور والعالم الكبير دكتور زياء حواس، كان ليه أيضا كلمة أمام هذا المؤتمر المهم. نتابع جانب من كلمة الدكتور زياء حواس. شكرا جزيلا سيد الرئيس، السيدات والسادة، يسعدني أن أكون هنا اليوم. في الواقع أني جئت مع صديقي العزيز السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المصري. أحب نابولي وقد كنت هنا قبل شهر أحاضر في الجامعة عن الاكتشافات التي قمت بها مؤخرا في مصر، ولكني أود أن أقول لكم أني قضيت معظم حياتي أقاتل من أجل إعادة الآثار المسروقة. أعدت حوالي 6000 قطعة، لكن القصة الحقيقية فيما يتعلق بالثقافة أو بإعادة القطع الأثرية، قبل أن أقول أحكي قصة أقول لكم شيئا. لقد تحدثنا اليوم عن الجريمة ضد البشر، وماذا عن الجريمة الخاصة بتدمير وقتل بلد بتدمير ممتلكاته الثقافية؟ كثير من السرقات الأثرية تحدث في السنوات الأخيرة، وقبل أسبوعين سمعنا عن هذه الجريمة الكبرى من جانب الرئيس السابق للوفر، وكذلك في المتروبوليتان حيث اشتروا قطع أثرية مسروقة. كيف يجرؤ متحف يعرض الأثار للجمهور والعامة يشتري آثارا مسروقة؟ في رأيي هذه جريمة كبرى، ولذلك فإني أقول إن البلدان التي تعاني من سرقة آثارها تعاني من الاستعمار، ولكن الاستعمار الحقيقي اليوم هي المتاحف التي تشتري القطع الأثرية المسروقة. بدأت قصتي حين أردت أن أعيد قطع أثرية فريدة مؤخرا، مثل تمثال نفرتيتي في برلين، وحجر رشيد في المتحف البريطاني، وزودياك في المتحف اللوفر، وتمثال حوميونو مهندس الهرم الأكبر في وكذلك في بوسطن كان هناك تمثال. كنت أخطط لافتتاح المتحف الكبير، وكما قال السيد أبو العين إن هذا هو أكبر متحف في العالم. في الحقيقة أني كتبت خطابا وكنت أخطط لافتتاح هذا المتحف في عام 2015. قد أرسلت خطابات لهذه المتاحف وطلبت منها إرسال هذه القطع، استعارت لمدة 3 أشهر فقط للافتتاح، وسأعيدها لكم. كلهم قالوا لا، وحتى مدير متحف برلين قال لي كيف تضمن لي أنه لن يخرج المتظاهرون في ميدان التحرير مطالبين ببقاء رأس نفرتيتي في مصر. كتبت له مرة أخرى وقلت له إن لسنا قراصنة الكاريبي، إذا ما وقعت اتفاقا أو عقدا معك فإني سأحترم توقيعي. وحين قالوا جميعا لا، قررت أن أحيل حياتهم جحيما، وقد فعلت. بدأت إلى في النظر كيف هذه المسروقات تركت مصر، ووجدت أنها كلها خرجت من مصر بصورة غير مشروعة. تم سرقة التمثال نفرتيتي في عام 1913، وهناك اتفاقية سيئة لليونسكو جعلت هذا الاتفاقية في عام 1970، وكذلك لأوني دروا في روما وضعوا كل المواد لمصلحة الأشخاص الذين يشترون القطع الأثرية المسروقة، وهذا ضد البلدان التي تعاني من سرقة آثارها. وعليه فإني أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لمؤتمركم اليوم هو أن تحاولوا أن تغيروا ذلك، أن تحاولوا أن تعيدوا اليونسكو كي تعود وتجلس مع البلدان لتغيير هذه المواد. كيف يمكنني أن أطلب طلب إعادة قطع أثرية مسروقة والشخص الذي اشتراها أو صالة المجازات الذي اشترتها ولم تقل لي كيف حصل عليها؟ علي أن أثبت أنها سرقت. كيف يمكنني أن أثبت ذلك؟ أثبت أن قطعة أثرية مصرية قد سرقت، أنها سرقت. وعليه فإن أهم شيء هو أن علينا أيضا أن نطلب من كل متحف في العالم أن يتوقفوا من شراء هذه القطع الأثرية المسروقة.
أيضا رسائل من الدكتور زاهي حواس للدول المشاركة، رؤساء وفود برلمانات دول حوض المتوسط اللي كان البحر المتوسط اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر. نشكر حضراتكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله. صباح الخير.